شاعر الراحل رشيد الزلامي. أنا عادل بن هيف أسعد بأن ألتقيكم في ثالث حلقات هذا العرس الثقافي في برنامج شاعر القمة، وفي الحلقة ما قبل الأخيرة من المرحلة الأولى، المرحلة الأولى اللي تضم 48 شاعر من خلالها راح بإذن الله يتوج 24 شاعر بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة ما قبل الختامية، وبعدها بإذن الله راح نوصل إلى الحفل الختامي بوجود 12 شاعر، وسنرى من سيحصل على النوماس ومن سيحصل على المليون ومن سيحصل على راية القمة. في الحلقة الماضية، وقبل أن نستذكر احنا وياكم ايش اللي صار في الحلقة الماضية، اسمحوا لي باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا اللي شرفونا اليوم، ودي للأمانة اسمع منهم لهم تحية ويستاهلون. شكرا لهم لتلبية الدعوة. في الحلقة الماضية حصل على الكرت الذهبي الأول بأعلى درجة من قبل لجنة التحكيم الشاعر فيصل البلدة العرجاني، وحصل على الكرت الذهبي الثاني الشاعر عبد الله بن ثايب شلوي. 10 شعار سيتأهل منهم 4 بإذن الله بقرار من اللجنة وبقرارك أنت عزيزي المشاهد. راح نتعرف عن 4 الشعار المتأهلين برفقة فيصل البلدة وبرفقة عبد الله بن ثايب بعد ما نستعرض حنا وياكم تفاصيل وتقرير الحلقة الماضية. إلى التقرير وراجع لكم بعدها. ما بين للمرجلة صرنا عبيد مماليك وكفوفنا تندى من أول وتالي، ما بين الكرامة والقناعة غنات وراس مال من ملكها ما نشد وين بقعة رايحة، إلى حنا تعودنا على مزارق الطيب وانتو تعودتوا على مزارق الهرج. باسمكم جميعا خلونا نرحب جمهورنا الكريم بأعضاء لجنة التحكيم في برنامج شاعر القمة، بداية مع الأستاذ سلطان بن وسام الهاجري. مرحبا ومسهلا يا أبو محمد. أبو محمد، انطباعك عن الحلقة الماضية وتوقعاتك لحلقة اليوم؟ والله انطباعي عن الحلقة الماضية، الحلقات كلها اللي فاتت كلها جيدة وقوية جدا، ونتمنى أن الليلة أنها تكون منها وأفضل بإذن الله إن شاء الله.
بإذن الله. كذلك باسمكم جميعا خلونا نرحب بثاني أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ وصل العطياني، مرحبا ومسهلا يا أبو مشهور. الله يبقيك ويسلمك ويمسي عليك بالخير وعلى الحضور وعلى المشاهدين، وأتمنى التوفيق الليلة للمتسابقين وإن شاء الله يقدمون الشيء اللي ينال استحسان محبي الشعر بإذن الله يا أبو مشهور. كذلك باسمكم جميعا رحبوا معي بثالث أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ معتق العياضي، مرحبا ومسهلا يا أبو منير. الله يبارك فيك وطول بعمرك، والله إن شاء الله يوفق المتسابقين والله يجملنا ويقدينا على العلم الطيب ودرب الصواب إن شاء الله. اللهم آمين. طيب قبل لا نعلن عن أسماء الأربعة متأهلين مع الشاعر فيصل بلد العرجاني اللي حصل مثل ما ذكرنا سابقا على الكرت الذهبي الأول، وكذلك الشاعر عبد الله بن ثايب الشلوي اللي حصل على الكرت الذهبي الثاني، قبل لا نطلع لمنطقة المكس زون اسمحوا لي بس أعلن عن أسماء الشعار الأربعة اللي تأهلوا. بداية من المركز الرابع، ألف مبروك للشاعر علي بن محمد الرشيدي، نسمع له تحية. ألف مبروك أبو محمد. أما الحاصل على المركز الثالث بقرار من اللجنة وكذلك بقرارك أنت عزيز المشاهد، ألف مليون مبروك للشاعر اللي طغى في حضوره، الشاعر بدر بن سالم القحطاني، نسمع له تحية. أما الحاصل على ثاني المراكز أو المركز الثاني، ألف مليون مبروك للشاعر علي أبا السيقان المري من دولة الإمارات العربية المتحدة. والحاصل على المركز الأول اللي نبارك له وكذلك نبارك لمحبيه وجمهوره، ألف مليون مبروك للشاعر محمد بن فضل مفالحة، ألف مبروك يا محمد. إذن ألف مبروك لمن ذكرت أسماءهم كذلك برفقة الشاعر فيصل البلدة والشاعر عبد الله بن ثابت الشلوي وتأهلهم إلى مرحلة أو المرحلة الثانية اللي راح تضم 24 شاعر. حتى هذه اللحظة ما شاء الله تبارك الله المنافسة قوية، وكذلك مثل ما في منافسة بين الشعار كذلك في منافسة بين نجوم برنامج كاريزما الله يعطيهم العافية في منطقة المكزون. ما شاء الله احنا شفنا محمد الودعاني في الحلقة الماضية وقبلها فيصل الدبالين، اليوم راح يكون برفقة حبيبنا سلطان السمي كذلك حبيبنا عبد الله الحربي. سلطان السمي المايك لك انت وعبد الله. مرحبا اخوي عادل، امسي عليك بكل خير وامسي على اعضاء لجنه التحكيم والحضور الكريم والمشاهدين الكرام وكل من يرانا خلف الشاشات. ارحب بك برفقه زميلي المبدع والاعلامي عبد الله الحربي. مرحبا يا عبد الله. يا مرحبا، هلا اخوي سلطان، مساكم الله بالخير جميعا. شكرا اخوي عادل بن هيف. اليوم معنا نخبه من الشعراء ولجنة التحكيم، شاعر العرب سلطان الهاجري، وصل العطياني، ومعتك العياضي، نرحب فيهم جميعا وأوعد الجمهور والمشاهدين بليلة ممتعة حافلة بإذن الواحد الأحد، وفالهم التوفيق. تفضل أخي سلطان. شكرا يا عبد الله. الآن يتفضل معي بس لا أنت أبوه، يتفضل معي أول الشعراء أخوي عادل في هذه الليلة، الشاعر ناصر بن محمد الخشيبان، أول شعراء هذه الحلقة من دولة الكويت اللي لا تخلو حلقة إلا بوجود شاعر من هذه الدولة الغالية على قلوبنا دولة الكويت. مرحبا يا ناصر. تبقى وتحيا، أهلا وسهلا ناصر. نقول الكرت الذهبي الثاني لدولة الكويت هذه الليلة. والله اليوم أنا متفائل خير إن شاء الله، وإن شاء الله هنا لي بإذن الله. طيب رسالة توجهها لكل من يرى ناصر. هو بيت واحد لكم مني الجمهور، مع كل قفلة بيت يردد ما بين الله ولا يصفق لي. يا سلام يا سلام، فك التوفيق يا ناصر إلى المسرح. العودة إليك زميلي عادل. يعطيك العافية يا سلطان. أستأذن الحضور وأستأذن المشاهدين الكرام في عرض تقرير للشاعر ناصر ابن محمد الخشيبان، وبعدها في مشاركة ناصر. الاسم ناصر محمد الخشيبان من دولة الكويت مدينة الجهراء. سبب المشاركة أصداء الموسم الأول وأسماء اللجنة تحفز أي شاعر للمشاركة بالبرنامج. بالنسبة للكرت الذهبي بإذن الله أني متفائل فيه، وفي حال أني ما حصلت على الكرت الجمهور ما راح يقصر إن شاء الله. أول شخص عرف بالخبر الشاعر صالح البرازي ووعدني بالتواجد بالمسرح بإذن الله.
تكسر الغصن من صمتي وطار الحمام. صمتي هو أول شقى نفسي ولوعاتها محتاجة فضفض ولملم ما بقى من حطام. أواه يا نفسي اللي طول سكاتها من يوم وجه الجفا بين وفك اللثام. شفت النهاية تلوح في بداياتها نديمة الروح راحت يا دروب الغرام ونجهل الدرب بس أدل وجهاتها. نظراتها حب لو فيها عتاب وملام واصدق من لسانها منطوق نظراتها. للصبح في وجهها تملك نغيض الظلام ولليل تملك نغيض الصبح خصلاتها. كم ودي أسمع صدى ضحكاتها يا سلام هي فارقة بكل شيء حتى بضحكاتها. كم ودي أسمع صدى ضحكاتها يا سلام هي فارقة بكل شيء حتى بضحكاتها. سليلة المجد والهيبة وبنت الكرام اللي مسطر لها التاريخ وقفاتها. ما جاتها كلمة مني قليلة مقام حتى وبقت الزعل والضيق ما جاتها. الليل شاهد علينا فاللقاء والخصام ما هزني في حياتي غير دمعاتها. بشفاتها ما تبقى حرف جف الكلام إلا أحبك بقت في طارف اشفاتها. الفقد موجع وشوف البعد عنها حرام والموجع أكثر بدرب البعد خطواتها. وقفت أدور بعد مقفت بصيص اهتمام كان الأمل بعد مقفت في تلفاتها. الناس ترجي الوسوم اللي تجيب الغمام ونرتجي واسمها وارجي من أداتها. أيامنا شتتت شمل البدو والخيام لعلنا نجتمع عقب شتاتها. سلامتكم. يعطيك العافية يا ناصر. الله يعافيك. كانت هذه مشاركة ناصر جمهورنا الكريم. أما الآن مع تقييم أعضاء اللجنة بداية مع أبو محمد. كيف شفت ناصر يا أبو محمد؟ حياك الله يا ناصر. الله يبقيك. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. قصيدتك طيبة. القصيدة من بدايتها إلى انتهت وهي مترابطة وفيها نوع من السهل الممتنع وفيها تلاعب ألفاظ ودليل شاعريتك وتمكنك. كم ودي أسمع صدى ضحكاتها يا سلام هي فارقة هي فارقة بكل شيء هي فارقة وتقول فارقة بكل شيء يكسر البيت في كل شيء فارقة حتى بضحكاتها. أي في كل شيء فارقة حتى بضحكاتها. تبشر بها يا محمد. صح تبشر بها. الله يعافيك. الله يعافيك. إيه من البداية هذه لكن يمكن غلطة مطبعية ولا لكن القصيدة ترابط بيوتها والسلاسة فيها والسهل الممتنع والتلاعب بالألفاظ وما جاتها كلمة مني قليلة مقام حتى وقت الزعل والضيق ما جاتها. حتى وقت الزعل والضيق ما جاتها معناته هذا معناته انك تحبها وهي تحبك. والله جدا يا ابو محمد. الله يعافيك. يعطيك العافيه ابو محمد. ابو مشهور. صح لسانك يا ناصر. يا مرحبا ابو ترى. بالفعل قصيده مترابطه وقصيده فيها جماليه وفيها روح شعر. الله يقدر. للصبح في وجهها تملك نقيض الظلام ولليل تملك نقيض الصبح خصلاتها. في تلاعب بالالفاظ وجماليه شعريه تدل على شاعر موهبه. انا ما اقول غير صح لسانك والله يعطيك العافيه. الله يبدنك. ابو منير. مرحبا يا ناصر. صح الله لسانك. الله يبدنك. قصيده مثل ما قالوا الاخوان قصيده شاعر وفيها ترابط وفيها احساس عالي. وملاحظه اللي قالها ابو محمد لو انكم بدري معدلها خلصت الملاحظه كان تمام. وفيها بيات واجد مميزة ما جاتني كلمة مني قليلة مقام حتى بوقت الزعل والضيق ما جاتها. القصيدة قصيدة شاعر. عليك زود. وبيض الله وجهك وصح وجه. الله لسانك. وجهك أبو منير. يعطيك العافية منير. شكرا لك يا ناصر. الله يبيض وجهك. كانت هذه آراء اللجنة حول مشاركة ناصر الله يعطيه العافية إلى منطقة المكزون مع عبد الله الحربي والشاعر محمد بن عوير الهاجري. روح يا ناصر. يا هلا وغلب اخوي عادل. معنا اليوم الشاعر محمد عوير الهاجري. والله نعم سبت انعام. وش تقول للشعار؟ اقول حياهم الله موعدين خير ان شاء الله. هل انت واثق انك تاخذ الكرت الذهبي؟ ها قويه كبيره وها قويه رجل كبيره لكن بيوفقنا الله ان شاء الله. اللهم امين. وياك فالك التوفيق وفالك الكرت الذهبي. فالك خير. عندك يا عادل. يعطيك العافية ناصر. خلونا مشاهدي الكرام نستعرض هالتقرير اللي يتحدث فيه محمد بن عوير الهاجري عن نفسه. إلى التقرير.
الاسم محمد بن هادي بن عوير الهاجري، المملكة العربية السعودية، تحديدا الظهران. سبب المشاركة الجائزة هو اسماء اللجنة. اما بالنسبة للكرت الذهبية بيوفقنا الله ان شاء الله بنحصل عليه، وفي حال ما حصلنا عليه العوض في الايام الجاية ان شاء الله. اول شخص درى في قبولي في البرنامج ابو جعل، ربي يطول عمره، ومثل امس ان شاء الله هني عند ظنه. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا نجد العذية حيزول ما هو بيزول، اشوفه هنا ما كني العام ودعته، لقيته يلوح لي بكفه وكان يقول تعال انثر عتابك علي. يوم جمعته عليه المشاعر طاغية والطواري دول، متى عن ذخرته لا نشرته ولا ذعته. عليها المشاعر طاغية والطواري دول، متى عن ذخرته لا نشرته ولا ذعته. على يمتك يا آخر مواجه يدور الحول، أجيل المكان وكان نفسي مطاوعته أمره مرور الملهم الفاضي المشغول، وعود بعصما طالت الذوق وشبعته، عشقت الحضور المعتبر والرجال فعول، أنا شاعر تقلق معه قوة ربعته. عشقت الحضور المعتبر والرجال فعول، أنا شاعر تقلق معه قوة ربعته، ملكني غلا عمهوشت من صخاف الشول وجهن، شريت مواصلة والجفاء بعته عن قفايته، كان الخطأ جهدي المبذول، أنا كل ما حرص لي على شيء ضيعته عن قفايته، كان الخطأ جهدي المبذول، أنا كل ما حرص لي على شيء ضيعته، وجودي وجود اللي تسامى وهو مخذول، على ماضي بعيش عمري ما رجعته، وجودي وجود اللي تسامى وهو مخذول، على ماضي بعيش عمري ما رجعته، لا قمت أتشطر عن ضجيج البلد وجول، وصدري الذعذاع عن نسانيس شرعته، تغربت غربة جالي يسبر المرسول، عيونه على شوف المدهيل جوعته، حسب الحنين يزل وثر الحنين يطول، مثل ما يطول الليل من لايعن لعته، تراني لو أكابر عن الحب يا مجمول، مكابر عزيز عاد فرقاك مجعته، تراني لو أكابر عن الحب يا مجمول، مكابر عزيز عاد فرقاك مجعته، إلى أقبل ظلام فيه من طرفك المكحول، لا تستنزف شعوري بوجه تصنعته، قبل تعتذر وتدور من الحلول حلول، ترى كل ما ودك تقوله توقعته. يا سلام يا سلام، حشقت الحضور المعتبر والرجال فعول. ابو مشهور صح لسانك، الله يصحب دينك. البيت هذا معجبني لان لي بيت على الموضوع ذا، يقول ما الحضور اللي يسر الناظرين ولا الغياب اللي ما يدرى وشوره. طيب محمد صح لسانك، الله يصحب دينك. قصيدتك ينطبق عليها شطر اللي تقول وعود بعصما طالت الذوق وشبعته، قصيدتك فعلا عصمه وطالت الذوق وشبعته بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. قصيده القافيه من اجمل القوافي، البحر من اجمل بحور الشعر اللي يكتب عليها، الترابط بين الابيات ما فيه بيت تقول لي تقدم ولا وخره، قصيده متناسقه ومترابطه من اول بيت الى اخر بيت. لقمت تشطر عن ضجيج البلد وجول، وصدري الدعداع النسانيس شرعته، تغربت غربة جالي يسبر المرسول، عيونه على شوف المدهيل جوعته، من البيت ذا إلى آخر بيت ما ودي أحذف منها ولا بيت، الله يرحمه. لو بكررها قلت لك كلها. ترى كل ما ودك تقوله توقعت. أنا ما أعرفك محمد، مع احترامي الشديد لك ولا عمري سمعتك، لكن هذا يمكن من سوء حظي، لكن أعتقد أي واحد سمع لمحمد بن عوير الهاجري يقول أنا كل ما ودي تقوله توقعت. صح لسانك وبيض عمرك. سعدنك يا أبو مشهور. أبو منير كيف شفت محمد؟ مرحبا يا محمد، ألقاك الله. صح الله إنسانك، الله يصاحب دنك. يبدو أن الليلة هذه موعدين في قصائد غزل واجب، هذه القصيدة الثانية. القصيدة مطلعها يشد الانتباه، يا نجد العذية حيزول ما هو بيزول، أشوفه هنا ما كني العام ودعته. القافية برضه تشد الانتباه، ترابط القصيدة، والقصيدة فيها إحساس عالي وأبدعت فيها. يقول عن قفايتك كان الخطأ جهدي المبذول، أنا كل ما حرص لي على شيء ضيعته. أنا أشارك في البيت هذا بعد. القصيدة قصيدة شاعر، وبيض الله وجهك وصح الله لسانك على هالحضور المجمل. الله يطول عمرك. العافية أبو منير. أبو محمد يا مرحبا يا محمد. تابقى يا أبو محمد، أنت من منه؟ فلاحة طال عمرك. من فلاحة؟ الله الله، انت الهادي. الله الله. اي نعم، وعليك جود. شاعر ولد شاعر، الله يرحم والديك. ابوك شاعر
وله باع طويل بالشعر، والقصيدة هذه تدل على شاعرية نادرة. والله إني صادق، القصيدة هذه من أول بيت إلى آخر بيت. أبو مشهور يقول ما حذف منها ولا بيت، من خامس بيت ما حذف منها ولا بيت. أنا أقول من أول بيت ما حذف منها ولا بيت. عندك شطر هنا ودي، بس إنها أفضل من الشطر هذا. بس يعني القصيدة كلها ما عليها شيء ملاحظة ولا على شطر، ما هو يعني ناقص ولا كذا، بس من قوة الصدر ودي إن العجز يكون مثله. تغربت غربة جاليا يسبر المرسول، هذا الشطر ذا عظيم ترى. تغربت غربة جاليا يسبر المرسول، عيونه على شوف المداهيل جوعته. أنا ودي له كان عجز أقوى من كذا، لكن القصيدة كلها. وعندك عشق في الحضور المعتبر ورجال فعول، أنا شاعر تقلط معه قوة رابعته. أنا هم عندي الرابعة ترى، قليل الرابعة هذا حتى لو أنه شاعر ما عندي ما يمشي. لكن أنت قصيدتك جميلة وقصيدة عصمة، ويظل الله وجهك مثل ما قال أبو الربع قصيدة ما فيها كلام. يعطيك العافية. ومن محمد الهاجري إلى محمد الفريدي ومع سلطان سمي. الشاعر الثالث محمد غيهب الفريدي، مرحبا يا محمد. الله يبجيك ويسلمك ويبارك فيك. محمد هل في توتر؟ لا الحمد لله أمور طيبة بالحين. ثقة؟ جدا. رسالة توصلها أو تحب تقولها للجمهور أو كل من يرانا خلف الشاشات؟ ما أقول إلا الله يوفقنا وأحمد الله غيبتي تفقد وجياتي عديدة، لحضرت الرمت رعذة ويعطيني عيونه. يا سلام، صح الله لسانك. فالك التوفيق يا محمد. إليك يا عادل، تفضل يا محمد. إليك يا عادل. شكرا لك. مشاهدي الكرام، مع تقرير نستعرض فيه مسيرة محمد الفريدي. عالم دارة الخيال البعيدة. أخوكم محمد بن غيهب الحربي من المملكة العربية السعودية منطقة القصيم. بالنسبة لسبب المشاركة، أول شيء تجربة جديدة، الشيء الثاني وهج البرنامج، وعسى الله يوفقنا جميعا. بالنسبة للحصول على الكرت الذهبي بإذن الله وبتوفيق الله، وبحال أن ما حصلنا عليه فإن شاء الله نتأهل بالتصويت. بالنسبة لأول شخص عرف بقبولي هو ولد عمي، وردت فعله متنومس ومفتخر، وعسى الله يوفقنا. بسم الله. تكاتف النور في وجه القمر لين غاب، يحاول يشتت الظلمة ولو ما قدر، كنه يحط الإشاعة في بطون السحاب. غزارة الغيم ما سوت لنوره جدر، يا ليل لا تمتحني بالقلم والكتاب. العزلة اللي بظلك تستفز الصدر، يا وجد روحي العذر يستحق الغياب، دام القصايد لها شرها على المقتدر. يا شعري اللي مشرع لي للإبداع باب، الليلة اللي تجيني فيك ليلة قدر. يا شعري اللي مشرع لي للإبداع باب، الليلة اللي تجيني فيك ليلة قدر. أغيب غيبة شجاع كل ما غاب جاب، واحضر حضور يساوي هامتي فالبدر. دامت عزوم النشامة للنشامة زهاب، اشمخ بعزم يوردك الهقاوي ودر. إن كل فرصة تفوت تحث للاقتراب، لو تنهدر فرصة الرجال ما ينهدر. أحلامنا دونها طيحة وهم وعذاب، ما هي مسوح هدية من مسحها تدر. ما يحزن الظامي ألا شوفته للسراب، ولا يفرح الجايع ألا ريح فوح القدر. لو كبرت أحلامنا تصغر بحث الركاب، المجد له لذة اليسار ما ينقدر. واليابلينا بحظ مثل لون الغراب، انفوسنا فوق لو ظروفنا تنحدر. من قسوة الوقت دام الروس فوق الرقاب، ما نشتكي للرجال ولا نسب القدر. اليا كسرنا المخالب ما بلشنا بناب، يا هون ذات السلاسل بعد غزوة بدر. ما دامنا لا دعينا الله تعالى استجاب، خلى الليالي تبرطم والزمان يغدر. سلامتك. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك يا محمد. ابو منير مرحبا يا محمد. الله يبارك فيك، صح الله لسانك، طول عمرك صح لينك. تكاتف النور في وجه القمر لين غاب، يحاول يشتت الظلمة ولو ما قدر. لفت انتباهي القافية
اللي هي العجز أجدتها إجادة كاملة 100%. الأبيات الجميلة اللي تستحق الذكر كثيرة، يقول: دامت عزوم النشامة للنشامة ذهاب، اشمخ بعزم يوردك الهقاوي، ودر إن كل فرصة تفوت تحث للاقتراب، لو تنهدر فرصة الرجال ما ينهدر. الترابط بين الأبيات يستحق الإشادة. يقول: من قسوة الوقت دام الروس فوق الرقاب، ما نشتكي للرجال ولا نسب القدر. القصيدة قصيدة شاعر محترف وشاعر عنده عرف، ختمتها ببيت جميل: ما دامنا لا دعينا الله تعالى استجاب، خلى الليالي تبرطم والزمان يغدر. صح الله لسانك وبيض الله وجهك، حضورك يجمل وجهك يا ابو منير. يعطيك العافيه يا ابو منير. ابو محمد صح لسانك يا محمد، صح بيض الله وجهك. والقصيده مثل ما قال ابو منير، القصيده قصيده طيبه، وربطتها على قافيه ادر، واختبرت نفسك قبل ان اختبرك، واختبرت شاعريتك، لان القافيه اللي مثل كذا ما يطرقها شاعر الا هو عنده ثقه بشاعريته، واذا طرقها ابدع فيها. هذا هو المطلوب. وانت طرقت القافيه الصعبه ولا صعبت عليك، ابدعت فيها. عندك بيت يقول: ان كل فرصه تفوت تحث للاقتراب، لو تنهدر فرصة الرجال ما ينهدر. المفروض أنه فيه بعد ما ينهدر فيه شيء اللي أنت تقصده، اللي هو ما ينهدر، يعني وشنو ما ينهدر وكذا ما يصير. هذه ملاحظة على الشطر كموضوع، يعني ما هو تركيبة شعر. لا، معنى الانهدار بس أنه يضيع بس. معنى الانهدار يا أبو محمد معناته أنا ما أعرف معنى الانهدار، لكن وشنو هو اللي ما ينهدر؟ هنا هو نفسه الرجل، لو تنهدر فرصة الرجال ما ينهدر. ما ينهدر بس الرجال ما ينهدر، الفرصة تنهدر بالرجال ما ينهدر. اللي كسرنا المخالب ما بلشنا بناب، مفروض ودينها كان الجماجم أفضل من المخالب. على العموم بالقصيدة من أول بيت إلى آخر بيت كلها ما فيها كلام، بيض الله وجهك وصح لسانك، وأنت من قبيلة حرب ما بغريك عليكم الشعر. الله يعطيك العافية. ومحمد أبو مشهور. محمد صح لسانك، صح بدنك يا ابو مشهور. قصيدة بكل ما تعنيها الكلمة. الله يطول بعمرك. أبدعت في اختيارك للقاف مثل ما قال ابو محمد. الله يطول بعمرك. اختيار القاف والإبداع على قاف يعتبر من القاف الشحيحة، ولا كل واحد يبي يركب عليه أبيات بمثل مستوى القصيدة ذي. هذا دليل تمكن منك ودليل موهبتك الشعرية. يقول: أغيب غيب الشجاع عن كل ما غاب، جاب وأحضر حضور نساوي هامتي في البدر. بيت جميل 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 بكل ما تعنيه الكلمة. واليابلينا بحظ مثل لون الغراب، انفوسنا فوق لو ظروفنا تنحدر. في بيت أعتقد الفكرة ممكن بالنسبة لي أنا ما قد مرت علي، يقول: المجد الهلدة اللي صار ما ينقدر. فعلا بيت جمال، على الرغم أن البيت ذا في ضمير مستتر، لذه اللي صار ما ينقدر وحققته. اعتقد انك تقصد الفكره ذي. الله يطول عمرك. عشان كذا البيت شطر جميل جميل جدا. لو تنهدر، البيت اللي علق عليه ابو محمد، لو تنهدر فرصه الرجال ما ينهدر. لو قلت بس شلت التاء المربوطه خليتها هاء، لو تنهدر فرصه الرجال ما ينهدر، حليت الاشكاليه كلها. ولكن ما تعذر في القصيده، قصيده من اولها الى اخرها قصيده شاعر ومبدع، ما هو شاعر عادي. أقول صح لسانك والله يوفقك، وإن شاء الله نشوفك معنا في المرحلة الجاية، لأن اللي مثلك نحرص عليه إلى آخر حلقة. الله يطول بعمرك. الله يعطيك العافية. تتوقع تحصل على كرت الذهب اليوم بإذن الله؟ بإذن الله مشيت الله. الله يوفقك محمد. الله شكرا لك. الله يسعدك. طول عمرك. إلى منطقة المكزون ومع رابع شعرائنا الشاعر منصور ابن سعود العضيلة المطيري. يا مرحبا يا أخوي عادل، معنا اليوم الشاعر منصور عضيلة، وش حاب تقول لجمهورك؟ أقول أبشر وبناموس. نبي نسمع بيت من عندك. الجايزة دون زمن الوصول ويصوك، وكل منهم يبي قسمه مثل ما نبي. صح الله لسانك وفالك التوفيق والكرت الذهبي. الآن جمهورنا الكريم، مشاهدينا الكرام كذلك، نستأذنكم في عرض تقرير يعكس جزء من شخصية الشاعر منصور بن سعود العضيلة وتجربته مع الشعر وبرامج الشعر. وكل انضموا
الاسم منصور سعود الضيل عنطيري، البلد المملكة العربية السعودية، المنطقة معدة الذهب. سبب مشاركتي مدى رضاي على فكرة شاعر القمة ولجنة شاعر القمة وإنجازاتها، ومدى رضاي على قناة الواقع بشكل عام. بالنسبة للكرت الذهبي إن شاء الله أنه من نصيبي، وما حصل عملي بربعي وقبيلتي كبير. أول من درى عن قبولي بالبرنامج هي والدتي الله يطول عمرها، ردت فعلها دعت لي بالتوفيق وقالت إلى العمر. مساكم الله بالخير. ممتاز، بس ارفع صوتك ابو سعود التوفيق. الله يمسيكم بالخير جميعا، ومسي على اللجنه الكريمه والجمهور والمشاهدين خلف الشاشات. شعاني شغف حب انطوتها سنين وراح، بعد ما سمر ديموم وابله وودانه، وجذبني مثل ما يجذب الشايب المصلاح غرامة طويلة والبويضة ورمانة. أبشر وبكسر كسرة الحر للملواح على قمة الشعر ومعانيه ووزانه. أنا اللي أبشر وبكسر كسرة الحر للملواح على قمة الشعر ومعانيه ووزانه، وبجلس وأنا واقف وبتعب وأنا مرتاح علشان جمهور القصيد وعلشانه. أنا اللي يخوض أقوى المعارك بدون سلاح بشعره وصوغ أفكاره وسلطة إنسان. يا ربي لك الحمد
الموارد ما هي بشحاح، متى ما جذبت الثانية جات مليانة، يا غبة بحور الشعر ما يغرق السباح، وصلتك ما عندي موهبة عندي أمانة، وش أسوي بصوت سمعها صغير وصاح مع عن قلبي ألطف من عروقه وشريانه. أنا والعصا اللي ماخذ خانة المسبار، عسى ما يجي من بيننا ولف وميانة، وعسى كل قطرة دم من مشرطة الجراح من أبواب عفو ورحمة الله وغفران. يشين الحياة اللي ما فيها صبر والحاح، هي الخانة اللي ما لها في العمر خانة، الأفراح يمكن تجعل الصدر كسر أفراح، والأحزان يمكن تجعل الصدر زنزانة، لا تبكي على اللي كان قلبه ظهر تمساح، لو تمسها الأيام ما مست الطعام. لا تبكي على اللي كان قلبه ظهر تمساح، لو تمسها الأيام ما مست بطانه، يحوز الثناء من شب ناره وقام وطاح، ويفرح محبينه من يضيم عدوانه، لخاب الولد عاده على الطيب والمداح، وإذا طاب عدت الطيب النطر بخوان. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام، اللجنة يصفقون لك أبو سعود، لكن ماذا عن آراء اللجنة أبو محمد؟ كيف شفت مشاركة منصور العضيلة؟ منصور الله يبيض وجهك، وسأل الله العلي العظيم أن يلبسك الصحة والعافية، الله يعافيك ويطول عمرك عمار من يسمعون القصيدة هذه عصمة من الله يطول عمرك، من عصم الشعر، الله يطول عمرك. وجذبني مثل ما يجذب الشايب المصلاح، غرام الطويلة والبيضة ورمانها بشهر، وبكسر كسرة الحر للملواح على قمة الشعر ومعانيه ووزانه، وبجلس وأنا واقف وبتعب وأنا مرتاح علشان جمهور القصيد، وعلشان أهل اللي يخوض أقوى المعارك بدون سلاح بشعره وصوغ أفكاره وسلطة لسانه. يا ربي لك الحمد الموارد مهيب شحاح، متى ما جذبت الثانية جات مليانة. الله عليك الله عليك الله عليك. أنا والعصا اللي ماخذه خانة المسباح، عسى ما يجي من بيني وبين عسى ما يجي من بيننا ولف وميانة، وعسى كل قطرة دم من مشرط الجراح من أبواب عفوه من أبواب عفو رحمة الله وغفرانه. الأفراح يمكن تجعل الصدر قصر أفراح، والأحزان يمكن تجعل الصدر زنزانة. هذه قصيدة عظيمة والله، ما زانت إلا بعد ما لقيتها. وكل شاعر أي واحد يكتب بيت واحد مقفى وموزون يقال الله صح الله زانك، لكن أنت تقول لا فضل فوق مع مرتبة الشرف. يقول المنصور لا فضل فوق مع مرتبة الشرف. أبو مشهور كيف شفت مشاركة منصور؟ منصور صح لسانك، الله يصحبك، بيض الله وجهك. قصيدة أنا عدها من أول بيت إلى آخر بيت ذهب، ذهب حقيقي ما كل شاعر يجيبه. في أحيانا بعض القصائد تلقى فيها بيت بيتين نوادر والأبيات الباقية عادية، لكن القصيدة هذه لا، القصيدة هذه إذا قالوا قصيدة عصماء هذه القصيدة دي. أنا اللي يخوض أقوى المعارك، أبو محمد يمكن ألقى نص القصيدة ولا أكثرها. أنا اللي يخوض أقوى المعارك بدون سلاح بشعره وصوغ أفكاره وسلطة لسانه. فعلاً أنت شعرك وأفكاره وسلطة لسانك تعملقت. الأفراح يمكن تجعل الصدر قصر أفراح، والأحزان يمكن تجعل الصدر زنزانة. يجوز الثناء يحوز الثناء من شب ناره وقام وطاح، ويفرح محبينه من يضيم عدوان، لخاب الولد عاد أهل الطيب والأمداح، وإذا طاب عد الطيب من أطيب أخوانه. أنا لفت انتباهي قبل شوي في التقرير تقول إذا ما أخذت الكرت الذهبي ربعي معي،
الشاعر ترى ما له ربع، كل محبين الشعر ربع. أنا اسمعني اسمعني يا منصور، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا يا محاكيك لو ماني في اللجنة واحد من جمهورك. الله يطول عمرك. رغم إني والله والله إني أول ليلة أسمع لك الليلة. شهادة على الرأس يا مشهور. لكن بيض الله وجهك وصح لسانك وإن شاء الله نشوفك في النهاية. الله يطول عمرك وعافية. يعطيك العافية أبو مشهور أبو منير. يا مرحبا يا منصور. مرحبا يا أبو منير. بيض الله وجهك على هالحضور. الإخوان ما خلوا لنا شيء نقوله. لكن من يوم خلصت أربع أبيات والله أني نزلت الورقة ونزلت أقرأ، ما عاد نحتاج نعلق، القصيد بين والشاعر بين، والشاعر المبدع من يوم تسمع منه ثلاث أبيات أربع أبيات تدري إن الشاعر. تقول وش أسوي بصوت سمعها الصغير وصاح، هالصوت المبحوح يمكن يرعب المتسابقين كلهم. اي والله. تقول لا تبكي على اللي كن قلبه ظهر تمساح، دائما الشعراء التمساح يعني يوظفون الكلمة بالفك وبالدموع، أما كلمة ظهر تمساح أول مرة واحد يوظفها أنت. الله يطول عمرك وصح الله لسانك. هل القصيدة من أولها لآخرها لو بنعيدها لو بنسمعها مئة مرة ما ملينا منها. شاعر حقيقي ومكسب للبرنامج ومكسب للشعر ومكسب للساحة الشعرية كلها. أنا مبتدئ علشان اللي مكسب للشاعر وللشعر. يعطيك العافية أبو منير. في أي إضافة أبو منير؟ يعطيك العافية. سعود منصور بسألك، أن صارت مجاراة بينك وبين صاحب الكرت الذهبي في الحلقة الأولى زايد بن ذعر السبيعي، حافظ المجاراة ولا؟ والله أنا حافظ ردي. وش ردك على زايد بن ذعار اللي تحدى؟ زايد بن ذعار شاعر ونعم، يقول أنا معي من لجنة الشعر كرتين ويستاهل، عدت في القمة وهذا مكاني وأصحابي على عين على أرض أرضي والزماني زماني. يا سلام يا سلام. وأقول يا زايد بن ذعار رايح على وين؟ لا تحسب إن المسألة في ذواني، المركز الأول يبي له حمر عين، وهذا الدليل القاطع إنه ياباني لو جابنا الله يوم الاثنين الاثنين والله التسري ما معك كرتان. أنا أقول إذا تأهل، أنا أقول إذا تأهلت منصور إن شاء الله تجتمعون في حلقة واحدة بإذن الله. إن شاء الله نجتمع. يعطيك العافية يا أبو سعود، شكرا لك. الله عافيك. كانت هذه آراء لجنتنا. تفضل يا أبو سعود، خذ راحتك. على راحتك يا أبو سعود. كانت هذه آراء لجنتنا مشاهدين الكرام حول مشاركة منصور العضيلة إلى منطقة المكزون ومع خامس شعرائنا محمد بن حميد الرويضي. مرحبا أخوي عادل، مع الشاعر الخامس محمد بن حميد الرويضي. مرحبا يا محمد. قلبك قلبك أخوي سلطان. محمد في ارتباك؟ لا لا الحمد لله. الأمور زينة؟ زينة الحمد لله. بتسمعنا شيء قبل الدخول المسرح؟ والله لا اقول الصدق من غير تزوير، الصدق ينجي صاحبه من قضاته اللي على ربعه اسواته، المناشير عندي تساوت موتته مع حياته. صح لسانك وتفضل يا المسرح، اليك اخوي عادل. عافيه سلطان. نستاذنكم في تقرير بسيط عن محمد قبل الحضور في مشاركته. الى التقرير وراجع له. الاسم محمد بن حميد الرويضي، منطقة حائل، المملكة العربية السعودية. سبب المشاركة جذبني اسم برنامج شاعر القمة. بالنسبة للكرت الذهبي إن شاء الله إنه من نصيبي الليلة، والله يوفقني ويوفق الجميع. في حال ما حصلت على الكرت الذهبي ربعي وجمهوري ما هم خليني بإذن الله يدعموني. أول شخص عرفه هو والدي الله يحفظه، وكان سعيدا بالخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي سنة وشوي ماني مع الشعار، بعيد عن الساحة ولاني إبها يبها، تقربني الخطوة وتبعدني الأفكار، واجي مندفع وارد نفسي وحاسبها، أشوف البروق تلوح ما تجذب السمار، أشوف البروق تلوح ما تجذب السمار،
ثمين السلع ما كل سوقنا يناسبها تدور الليالي والمصادر من الأخبار وميز مخطيها وميز بصايبها وانا ما شعاني غير من تلفت الانظار هنوف تبجح والعشاشيق تخطبها هجوس القصايد صلف ما يقبل التكرار هجوس القصايد صلف ما يقبل التكرار يغوص البحور ولا يجي غيره بطيبها بعد ما دعت الجادل اللي لها مقدار قنيب الذيابة كل ذيبنا يجاوبها كل ذيب يجاوبها كل ذيب يجاوبها بعد ما دعت الجادل اللي لها مقدار قنيب الذيابة كل ذيبنا يجاوبها علي الزمن لو مال ما يقطع المشوار كبير الهمم نفسه تحقق مطالبها كبير الهمم نفسه تحقق مطالبها على كثر طعنات القفا والفلك دوار تزيد العزوم ورايت العزة ناصبها أعرف الدروب يمين ما قد مشيت يسار مع الدرب الأيمن خطوة الرجل حاسبها أعيش العمر ماني مراوغ ولا غدار وأنا لحيتي من دونها أفتل شواربها وترى منهجي واضح ولا يبحث الأسرار صدور الأوادم ضايقة من مصايبها صدور الأوادم ضايقة من مصايبها نظيف السراير يرتجي رحمة الغفار ويدرى مشاريها العرب ويتجنبها وضعيف الروابع ما يعالجها طب إشهار عديم المشاعر ذاته إبليس راكبها مسلط لسانه بالبشر شذب واستهتار وهو مشلحة من فوق الأمتان قلبها تهب الهبايب ما تزعزع جبل سنجار صدوف الليالي ما تضره عواقبها وتبقى صغار صغار ولا الكبار كبار خاطب كبار القوم واعرف مواهبها سلامك صح الله لسانك يا محمد واعتلى شانك ابو مشهور حياك الله الله يبقيك ابو مشهور صح لسانك صح بدن قصيده جيده انا ودي ما اركز الا على الشيء الجيد وحتى لو الاحظ ملاحظات ما ودي انا اكون اللي بادي فيها ودي انهم ياخذونها عشان اقول فاتت علي لكن من 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 سوء حظنا ان جت البدايه عندي وعندي عليها بعض الملاحظات تقول اشوف البروق تلوح ما تجذب السمار ثمين السلع ما كل سوق يناسبها هذا البيت ما فيه ترابط فيها بروق وفيها سوق هناك رغم ان الفكره اللي انت طرقتها اول معنى ممكن ان يكون واحد لكن لفظيا ما يترابط مع بعض دور الليالي والمصادر من الاخبار العكس الاخبار من المصادر هجوس القصايد صلف هجوس تراها جمع المفرد هاجوس او هاجس على كثر طعنات القفا والفلك دوار الفلك دوار هنا تعتبر حشو في البيت نظيف السراير يرتجي رحمة الغفار ويدرم شريها العرب وتجنبها هذا ورا الكلام الصدق الأبيات الأخيرة رسالة جميلة رسالة شعرية وهي هي هي هو الشعر الحقيقي انك توصل رسالة وضعيف الروابع ما يداويه لو قلت ما يداويه بدل ما يعالجه ما يداويه طب بشار عديم المشاعر ذات إبليس راكبها مسلط لسانه بل بشر شذب واستهتار هو مش لحم من فوق الأمتان قالبها الرجال الصاحي هو اللي يدرى مشاريها العرب ولا ضعيف الرابعة هو اللي تقام متولج عراقي الخلق مقبين ومقبلين البيت الأخير اختامها مسك للأمانة تبقى الصغار صغار ولا الكبار كبار خاطب كبار القوم واعرف مواهبها اتمنى لك التوفيق والله يعطيك العافيه الله يجزاك خير ابو مشهور العافيه ابو مشهور ابو محمد صح لسانك يا محمد صاحب دهنك بيض الله وجهك وجهك وقصيدة طيبة من شاعر طيب وشاعر قد سمعنا له و ما هو بتونا نسمع لها الحين مثل ما قال ابو مشهور القصيدة طيبة فيها يعني حاجات بسيطة مثل هجوس مثل ما قال ابو مشهور هجوس القصايد هاجس ولا ايه الهاجس هو المفرد تهب الهبايب ما تزعزع جبل سنجار
وصدوف الليالي ما تضرها عواقبها وتبقى الصغار صغار ولا الكبار كبار خطب كبار القوم معرفة مواهبها مثل ما قال ختمتها مسك والقصيدة كلها طيبة وان طيب وصح لسانك بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. يعطيك العافية أبو محمد أبو منير. مرحبا يا محمد صح الله لسانك. هذا أبو منير صح بدا. الأخوان أدلوا ملاحظاتهم ولا تركوا لنا شيء. يقول ضعيف الروابع ما يعالجه طب شهاب. هي الكلمة اللي متعرف عليها ما يعالجه لكن أنت عاد جبرك الوزن ما يعالجه. تذكرت قصيدة على نفس القافية على نفس القافيتين. يقول أجيب البيوت المفردة وأكره التكرار نقيض الفوارغ بندقي ما يزهبها ما يزهبها لا الشاعر العالم عبد الله بن زويبي الله يرحمه أبو بندق. قصيدتك هذه ما عليها نقد غير اللي ذكروها الأخوان ولكن إنها قوالب شعرية متعارف عليها متعارف عليها كأن سامعينها قبل وبيض الله وجهك وصح الله السلام وجهك يا رب يا هلا شكرا لك محمد الله يعطيك العافية إلى منطقة المكس زون وساد شعرائنا غازي القرشي مع عبد الله الحربي يا مرحبا أخوي عادل معنا الشاعر غازي حمود القرشي حياك الله أخوي عادل حياك الله الله يبقيك أبي أول شيء أسمع منك بيتين بيتين للوالدة أوجه لها البيتين هذا يقول يا رب قدرني على طاعة اللي احملتني 9 شهور يا رب الذنب عنها لا تخليت كلي وكلي في دال رجولها خشية الذنب صح الله لسانك أخوي عادل أخوي غازي وش تقول الكرت الذهبي هل أنت أخذ اليوم أو لا والله إن شاء الله أني ما حالفنا الحظ للكرت الذهبي وإن ما حالفنا الحظ يستاهلون أخوياي لكن إن شاء الله معي ربع ومعي ناس على التصويت إن شاء الله ونعم 7 أنعام الله يحفظك إليك أخوي عادل يا عبد الله متألق دائما تقرير بسيط عن غازي القرشي قبل الحضور على المسرح والإدلاء بمشاركته أمام أعضاء اللجنة إلى التقرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم المتسابق غازي بن حمود القرشي من مكة المكرمة سبب مشاركتي في البرنامج شعر القمة وصول إلى أكبر شريحة في المجتمع وأقدم ما عندي من قصائد وغيرها بإذن الله أني حاصل على الكرت الذهبي وإذا ما حصلت على يمناي ربعي وزملائي وأصدقائي ما راح يقصروا معي أول شخص درى عن قبولي في البرنامج اللي هو ابن عمي نواف بن حمدان القرشي وكذلك زميلي وصديقي حسن بن دسم السلمي وسلطان بن عطله السعيدي وهم الثلاثة اللي قالوا أقدم على البرنامج وأنت موهوب وعندك قصائد وراح تقدم إن شاء الله الأفضل وراح إن شاء الله تكون من الحاصل على الكرت الذهبي وكذلك الجائزة بإذن الله للصدر من كثر المراثي تناهيد لين السما صارت بعيني رمادة من فارس يطحن جميع الصناديد ورؤوس الأوادم حطها له سادة روح بابن غانم وروح بابو زيد ولهم خلي شوكة في كتادة والأرض تبلع من خيار الأواليد ما تعرف أصحاب السمو والسعادة يا بدر يا بدر لا تكثر علي التناشيد يكفيك من شوف الملوع مراده أنا شجيع يقطع السيد والبيد ومعي على قطع الخرايم شهادة شهادة مهيب من زيد وعبيد من راس عود قدحته من زناده لكن قلبي من فراق الأجاويد مثل السجين اللي موثق قياده لكن قلبي من فراق الأجاويد مثل السجين اللي موثق قياده وشلون وشلون عانق بلعنا فرحة العيد فتشت في حزن مضى عن سعادة وعجزت للقى في طرفها مواعيد وسبحان من ساق القدر فالإرادة صويب حظ بين رؤوس العفاريت تنزف جروحه بعد حرب الأبادة يسمع صدى صوت العدا والبواريد وارهب موتي يوم حول شداده
مرحوم يا شيخ الرجال البواليد، شيخ انقضى كامل حياته عباده. مرحوم يا شيخ الرجال البواليد، شيخ انقضى كامل حياته عباده. الجرح اللي ورد صيته، اللي ورد صيته العذب المواريد، اللي ورد صيته العذب المواريد، عاده وله من جدها العود عاده. الفقد الفقد جرحه جرح، الفقد جرحه جرح ماله تضامي، يتعب وراه اللي فتح لعياده. أول مراسيله دموع تواجيد، وتلاه صبر ودعوة مستعادة. يلا عسى قبره رياض وعناقيد ونومة عريس مهتني في رقادة. سلامتكم. صح الله لسانك يا غازي، يعطيك العافية. أبو منير غازي، صح الله لسانك. صح بدنك. الجزالة واضحة في القصيدة، والسلاسة واضحة، ترابط الأبيات. شاعر ما 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 عليك ما عليك اي مدخل في القصيده. يقول الفقد جرح جرح مال التضاميد، يتعب وراه اللي فتح له عياده، اول مراسيله دموع وتواجيد، وتلاه صبر ودعوه مستعاده. القصيده طيبه وتستحق الاشاده كلها، الا انها باسلوب مباشر، ما تعبت واجد على القصيده، لانك ما شاء الله تملك السلاسه، والقصيده جات معك كذا. صح الله لسانك وبيض الله وجهك. صح بدنك بدنك ابو منير. يعطيك العافيه ابو منير. ابو محمد. يا غازي قصيدتك طيبه وقصيده شاعر، وغرضها غرض من اغراض الشعر، ولكن انه ما هو مطروق مثل اغراض الشعر الباقيه، يعني مثل الغزل ومثل النصح ومثل وحتى التوجد. التوجد يختلف عن الرثاء. الرثاء هذا يعتبر شيء شخصي. الله يرحم من رثيت ويصح لسانك ويبيض وجهك. ولا اقول الا صح لسانك وبيض الله وجهك، والله يرحم من بقيت. يعطيك العافيه. محمد ابو مشهور. غازي صح لسانك. صح بدنك ابو. القصيده في من اول شيء؟ القصيده في من؟ في والدي الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويسكن الجنه، واشهد بالله ان عقب له شاعر. خذ الحقيقه مني. صح بدنك. قصيدتك تمثل السهل الممتنع في ابهى صوره. رغم انها قصيده حزن. أنا ما بقول القصيدة تجيب الهم، موضوعها هو اللي يجيب الهم، لكن القصيدة والله أنا أجيب السعادة. للأمانة أنا القصيدة معجبتني صراحة. رغم أن موضوعها فيه حزن وفيه هم وفيه بعض العلوم، لكن القصيدة قصيدة. الفقد جرح جرح ماله تضاميد، يتعب وراه اللي فتح له عيادة. أنت لو قلت يكسب وراه اللي فتح له عيادة، ما هو تعبان هو اللي بيكسب. وتلاه صبر ودعوة مستعادة، مستعادة وش هي؟ دعوة تكررها استعيد مكررة يعني. إيه. على كل حال صح لسانك، والله يرحم شايبك ويسكن فسيح جناته ويرحم موتى المسلمين. العافية مشهور. شكرا لك يا غازي، الله يعطيك العافية. وصلنا جمهورنا الكريم إلى منتصف الحلقة. هنالك رضا تام عن بعض النصوص من قبل أعضاء اللجنة، وهنالك نوعا ما عدم الرضا. المنافسة على أشدها اليوم. إن شاء الله راح يتأهل معنا شاعرين بالكرت الذهبي، وكذلك 10 شعراء بإذن الله راح يكون تأهيلهم عن طريق اللجنة، وكذلك عن طريقك أنت عزيزي المشاهد. للتذكير التصويت راح ينزل بعد الحلقة مباشرة، وراح يمتد حتى يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 8 مساء. شاركني رأيك عزيزي المتابع في هاشتاج شاعر القمة 3، انطباعك أثناء وما بعد حلقة اليوم. إلى منطقة المكزون مع سلطان سمي والشاعر محمد بن سعد العازمي. معي الشاعر السابع لهذه الحلقة محمد بن سعد العازمي. مرحبا يا محمد. يا مرحبتين، حياك الله. محمد، وش شعورك في هذه اللحظات؟ الشعور. بعد ما شفنا 7 أو 6 شعراء كلهم مؤهلين للكرت الذهبي. لا الوضع طيب ان شاء الله، ويبشر بخير ان شاء الله. يعني الكرت الذهبي بإذن الله. محمد سعد. بإذن الله. بإذن الله. بالتوفيق يا محمد. حياك الله. إليك يا عادل. يا سلطان، شكرا لك. تقرير بسيط عن محمد بن سعد العازمي، وراجعين بعدها. أخوكم الشاعر محمد سعد بن طلاحة العازمي من المملكة العربية السعودية من مركز عتيق. سبب المشاركة أود اختبار نفسي وأن أعضاء اللجنة من كبار شعار الساحة
وأتمنى أني أوصل للمراحل المتقدمة، وأسأل الله التوفيق لي وللجميع. وبالنسبة للكرت الذهبي إن شاء الله أني أحصل عليه، وإن ما حصلت عليه الجمهور ما هم مقصرين، وأسأل الله التوفيق لي وللجميع. وبالنسبة لأول شخص عرف رسالة القبول أخوي الشاعر مبارك بن حبيب الخرفشي، ومسي عليه بالخير، وأسأل الله التوفيق لي وللجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي أساتذة اللجنة اللي تعلمت منهم الشيء الكثير، والجماهير في المسرح والجماهير خلف الشاشات. بسم الله الرحمن الرحيم. وليا ليل مواريه بانت من غروب، كان يوم احمر لون الشفق شفق علي، عن مواجه ظلمه وظلمته مالي هروب، ولا هوم خليني بحالي ولاني خلي، ان حسبت حسابه الموت والعمر محسوب، وانت جاهلته تحملت عاقب تجهلي، بس انا ماني بمخطي عشان ارجع واتوب، لا بلاني في سواده نطحته مبتلي، بس انا ماني بمخطي عشان ارجع واتوب، لا بلاني في سواده نطحته مبتلي، مثل من نادوه باسمه انفزعت الخطوب، وانهموه بعزوة تودع الدمي قلي، واحتزم ما ساق عذره وحملهم وجوب، ولن تهلا والعوارف تحذل الجهل يستديري الطواري، وهبي يا هبوب السما من راسي يفوب والقاع اسفلي، استديري الطواري وهبي يا هبوب السما من راسي وفوق والقاع اسفلي، اللقاع ذروب والزوم عيب من العيوب، يقرن الرجال قوله بفعل يذهلي، يقتدي باللي على المرجله ضوى الشبوب، وفالملاقى سيف ما صني قص الجندلي، وفالمحافل هيبته تنبلج من كل صوب، ونظرته تكشف من الحاضر المستقبلي، رؤيته نوضح من البرق في كبد صوب، واعذب من المارد اللي تموح بهد أدلي، نقد رؤيته نوضح من البرق في كبد صوب، واعذب من المارد اللي تموح بهدلي، نكتب اسم النور ها نور وانفج الدروب، والتنفس الصدور ابتهاج وتمتلي، ترتقي آيات الاعجاب وتهيم القلوب فيك يا طويق بن سلمان نجد الفيصلي، ترتقي آيات الاعجاب وتهيم القلوب فيك يا طويق بن سلمان نجد الفيصلي، أنت ذكرك يثلج الصدر ثلج ما يذوب، قدرك مبجل سمو ومقامك معتلي، أنت حدابك حكومات وان ماري شعوب، وان توسم فيك خير الزمان المقبلي، الله أكبر والمعالي، الله أكبر والمعالي سمه، والعز ثوب والله الوالي ولا غيره الوالي ولي، وسلامتكم. استديري يا الطواري وهبي يا هبوب، صح الله لسانك ابو سعد. ابو محمد كيف شفت مشاركه؟ صح لسانك يا محمد، صح بدانك، صح لسانك وبيض الله وجهك، وقصيدتك طيبه وقصيده شاعر ومترابطه، لكن الي قافية شحيحة ومسهوجة، والشاعر اللي يطرقها ياخذ الحذر من اللي قدامه، لكن انت ما شاء الله عليك ابدعت، وقصيدتك طيبة واخرها قوي جدا، انت حدابك حكومات وماري شعوب، وانت وسم فيك خير الزمان المقبلي، بيض الله وجهك، وختمتها مسك الله يحييك. شكرا شكرا. ابو مشهور محمد، صح لسانك، صح بدينك ابو مشهور. المطلع الحاله قصيده، الله يرفع قدرك. ولي ليل مواريه بانت من غروب، كان يوم احمر لون الشفق شفق علي، عن مواجه ظلمه وظلمته مالي هروب، ولا هو مخليني بحالي ولاني خلي. مطلع القصيده مطلع شعر، انا تمنيت ان القصيده كلها تكون بمستوى المطلع.
رغم ان فيها ابيات جميله زي اللي يقول استديري الطواري هبي هبوب السماء السماء من راسي وفوق والقاع اسفلي الى اخر القصيده. هو القصيده في مقام كبير يستاهل ان الشاعر يسخر افكار بمستوى وبحجم ومقام الشخصيه اللي انت كاتب فيها القصيده. انت ذكرك يثلج الصدر ثلج ما يذوب، هذا الشطر جميل. على كل حال صح لسانك، الله يعطيك العافيه. بدينك يعطيك العافيه يا ابو مشهور ابو منير. محمد صح الله لسانك، كن يوم احمر لو نشفق شفقن علي. عجبني الشطر هذا. القصيده مميزه. القافيه الي تقول تعذل الجهلي، الياء زايده لان الجهلي تجي لو ان قصيده لغه عربيه تكون الكسره بدال الياء، لكن هنا الياء زايده. يذهلي تعتبر زايده. الزمان المقبلي الياء زايده والكلمه الاصليه مقبل. قصيده طيبه وجزله، اللهم ان فيها اسلوب مباشره وفيها قوالب اللي هو والله الوالي ولا غيرها الوالي ولي اكثر من قال الشعراء المحاوره. يعني جاهز الشطر هذا. صح الله لسانك وبيض الله وجهك. يعطيك العافيه منير، شكرا لك ابو سعد، بيض الله وجهك. تفضل. كانت هذه مشاركه محمد بن سعد العازمي الى منطقه المكس زون مع الشاعر شاهر بن عون الله الشلاحي. مع الشاعر شاهر الشلاحي. اول سؤال اخوي شاهر، من وين؟ جيتكم من راس قمه ومن سكة خيال، مشربي من دلو ناقة، من جلد ناقة وحرفي من قنا. جيتكم من راس عيطة ومن سكة خيال، مشربي من جلد ناقة وحرفي من قنا. السنة عقب الدارة وقدامي خيال، احنا راعده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضيعت البيت والله اني لاجيبها انا من اللجنة. وش تقول للجمهور؟ الجمهور بيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم، الله يجمل حالهم وبيض وجيههم، حضورهم ان شاء الله مميز، والله يجملني معهم. ضيعت البيتين وانا توي بانيها الحين. بارك التوفيق والكت الذهبي اليك. لا ويلي ويلي. يعطيك العافيه يا عبد الله. تقرير بسيط عن شاهر وراجع لكم مشاهدينا الكرام. شاعر شاهر بن عون الله الشلاحي، المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لمشاركتي في البرنامج لوصول موهبتي الشعرية لأكبر شريحة من المجتمع، ونسأل الله التوفيق. الكرت الذهبي مسرج لها أدهما خيالها شاهر بن عون الله، وتطلع بيدها والتوفيق منه. إذا ما حصلت على الكرت الذهبي والله ربعي ولابتي ما هم مقصرين. داخل اللي لابتن في الموقف الكبار، لابتن يسعد منهم حزامه وسنده، لا بداد أحمل المناكب ولا طال النهار، يردون اللي تعزوه بجده لجهده. أول شخص والله أمي الله يطول عمرها ويحفظها لي، هي أول شخص عرف المشاركة وظهور اسمي في البرنامج. والله قالت لي الله يوفقك وقدامي. يا من سرى يبغى النجاح وما لقى درب النجاح، وعود على معقل عذابه والسنين وشينها، سلم سلاحه من وفاه ولا عرف قيمة خطاه إلا بعد شدت عليه يسارها ويمينها، مع قد صادم انواع الظروف مصادم جيوش اطغاه حتى هوى بسيفها، ثم ارتوت سكينها ما عاش في ظل الرجال ولا رضى عفر الجباه الا سجوده في ثلاث الوصل، مع بردينها افنى العتاد وقوته والعزم في رحله عناه وكبرت عليه، وهانت الدعوه على مفتينها عقد من سنين العمر، قد ذاب في عنق الحياه ما ذاب في عنق الفتاه الفاتنه، من زينها يجمل من أحلام الخيال اللي بعزة الانتباه نود الصبا، ملقت عليك رسالتي في حينها ما كنت أفكر بالضحى في فقر ولا في غناء، كنت أجتهد في قافية عصمة لجل تقرينها، لبستها بحروفي العذبة من العفة عباه وعقبة فرعت لبى جدايلها ولبى عينها، حازت رضا من قالها وامست تناقلها الرواه واستأثمت بدالهين بليلتن سارين هواخر شعور بالضلوع الحانية، عقلي نهى كيف الخسارة في حسابات الفناء تحصينها في موقف أسئلة النواظر والمشاعر، وشفا صارت حروفك جيمها يشبه الموقع سينها،
صارت حروفك سينها يشبه الموقع، صارت حروفك جيمها يشبه الموقع، سينها راحت حلوم انفوسنا صيد تذير مع فلاه، وعاشت بذنب لا غفر ولا ورد في دينها، من ينقض عهود الولا والعهد له حرمه وجاه ما تقبله حتى الحود، اليا بكوا حيين هايعان قدر بالطويل الخوف لين اخر مداه ما تامن من الخوف حاجه، كنتي تحبينها قانع بما ربي كتب، واللي ورا صدري وراه ما تنكتب بلواحنا لارواحنا، راضينها انت طويتي سيرتك طي السجل بما حواه، لكن معاناتي معك مدري متى تطوينها، اعتق حياتي يا الظلام بفتق من نور الصحاه كف الشماته، كم نقول الشمس عنك وين. سلام عليكم. سلام سلام، صح الله لسانك يا شاهر. ابو مشهور، كيف شفت مشاركة شاهر الشلاحي؟ صح لسانك يا شاهر، كفو قصيدة فيها مشاعر وفيها شاعرية، يقول قد صادم أنواع الظروف مصادم الجيوش الطغاة حتى هوابه سيفها ثمرته وتسكينها، سيفها وسكينها، تقصد الطغاة ولا الظروف؟ الظروف الظروف الظروف. يا سلام عليك. ما عاش في ظل الرجال ولا رضا عفر الجباه، إلا سجوده في ثلاث الوصل مع بردينها، بيته التقاطه جميله، عقد من سنين العمر قد ذاب في عنق الحياه ما ذاب في عنق الفتاه الفاتنه من زينه، بيت جميل جدا. في بيت يقول من ينقض عهود الولا والعهد لحرمه وجاه. البيت هذا ترى يجي على وجهين، خصوصا لو جاء عندنا في المحاوره مشكله. لا اللي لحرمه وجاه، كان البيت احيانا ما يرجع على العهد ولا يرجع على اللي ينقض العهد، عرفت؟ ما تقبل حتى الحود اللي يبكوا حيينها. حيين من؟ الميت يبكي لها الحي. أدري بس لا. حيينها ما أنت حنا أحياء مردنا الموت. صادق، بس أنت تكلم عن 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 شخص اللي هو ناقض العهد، ما تقبل حتى الحود اللي يبكوا حيينها. أنت أما تقول حيينه هو، الأحياء اللي يبكونها أحياء الشخص ذا، صح ولا لا؟ أما الحود ما فيها حيين. يا بك وحيينها، حيين الحود، حنا حيين الحود. حنا ايه، راجع عليها. صح لسانك، صح بدنك، وعلى كل حال قصيدتك جيده وانت ابيض وجه. الله يطول عمرك، يعطيك العافيه. ابو مشهور، ابو محمد سم، كيف شفت مشاركه شاهر؟ صح لسانك يا شاهر، صح بدنك، وقصيدتك طيبه ومشاعرك الله يطول عمرك طيبه وعاشق حقيقي. والله يوفقك ان شاء الله. وما عندي ما عندي الا ما قال ابو مشهور، والله يبيض وجهك ويصح لسانك. ابو منير، بس اسمح لي ابو منير بسالك، اثناء تعليق ابو مشهور التفت على وصل وابتسمت. اي، لاني انا مميز البيت اللي يقول عقد من سنين العمر، اصلا من بدايه المسابقه كل ما ميز بيتي يسبقني على وصل عطيه. عقد من سنين العمر قد ذاب في عنق الفتاه ما ذاب في عنق الفتاه في عنق الفتاه الفاتنه من زينه. القصيدة طيبة وقصيدة شاعر، 18 بيت صح؟ 18 بيت. هذه أطول قصيدة جتنا في البرنامج، أنت شاعر نفسك طويل، الظاهر لو معنا وقت واصلت. الله يطول عمرك. اللي سبب عندك إشكال إينها ويمينها سكينها كلها تأنيث، فأجبرتك بعض الأبيات، مثل يوم تقول سلم سلاحه من وفاه لا عرف قيمة خطاه إلا بعد شدت عليه يسارها ويمينها. من؟ الظروف. اللي هي في البيت الأول. البيت هنا ما فيه ظروف، سلم سلاحه من وفاه. إيه البيت الأول، إيه رافع. ولا عرف قيمة خطاه إلا بعد شدت عليه يسارها ويمينها، ما في مؤنث قبلها إلا البيت اللي قبلها يقول يا من سرى يبغى النجاه وما لقى درب النجاه وعود على معقل عذابه والسنين وشين. يعني المقصود هنا السنين. الله لا، المقصود الظروف، أنت تمشي على البيت اللي قبله. احنا في مطلع القصيدة هذا. البيت اللي قبله. مع اللي قبله. مع اللي قبله. الظروف صح. اللي هو السنين. صح الله يسامحك. ابو مشهور قصيدتك طيبة وعندك نفس طويل. الله يطول عمرك. بس ان القافية بالك تنتبه لها شوي. يعطيك العافية. شاعر مميز ما يحتاج. الله يطول عمرك. شكرا لك منير، شكرا كذلك موصول اعضاء اللجنة، شكرا لك يا شاهر. يعطيك العافية. مع تاسع الشعراء راجح ابن مسلم السبيعي، المايك لك يا سلطان. مع الشاعر التاسع في هذه الحلقة راجح ابن مسلم السبيعي. مرحبا يا راجح. الله يبقيك يطول عمرك. راجح، شفت تصفيق حار، واضح ان معك جمهور. هذا ربعي وابني عمي جاني ما عدهم كل. كفو كفو، حاب تقول شيء قبل دخولك المسرح؟ فيه بيتين قديمه
يقول احترت في امرك وقطعت دون غايتك السبل. لا تستشير الا العقول اللي بزمانها باخصة. عقول خلانا الردى سوى التفاحة تبل. زودنا عنها صغيرة تجيك دايم ناقص. يا سلام سلام. الى المسرح يا راجح واليك عادل بن هيف. يعطيك العافية يا سلطان، بنشوف وان شاء الله راجح يلتقي الى تطلعات الجمهور اللي موجود معنا. واضح ان راجح عاصب راسه بجمهوره الموجود معنا على المسرح. تقرير بسيط جمهورنا الكريم عن راجح سبيعي، بعدها راجعين. الاسم راجح بن مسلم بن باتل الزايد الصمله السبيعي من المملكه العربيه السعوديه، تحديدا من محافظه الخرم. سبب المشاركة مثلي كمثل أي شاعر طامح للقمة. بالنسبة للكرت الذهبي والله ماني بعلم الغيب، لكن كل شاعر يضرب الميدان وعلى قول المثل السابقة تطلع بيدها، وإذا ما حصلت عليه ربعي وجمهوري إن شاء الله ما مقصر. بالنسبة لأول شخص علم قبولي في البرنامج، جتني رسالة وأنا تقهوى مع الوالدة الله يطول عمرها، وهي أول شخص علم بقبول. يقول بيني وبين النوم لا هو الدجى الليل العتيم، مثل ما بين أحمد نبي الله وبين مسيلمة، مشاعري في واقع يهيم، فالماضي القديم عانت معاناة الفريقي في زمان العولمة. ما لا السهر في غاسق فرق نديم عن نديم، ألا منادم من ندم حتى الندم بمنادمة، فلم سغبط بطولة الأيام لقمان الحكيم. لكن بعد ما عشت معاشه بليله مظلمه ما غبط غير اللي لجو لكاف من جور الرقيم، واحيانا غبط اللي بسط معهم ذراعه وقدم. اضمر من الاحزان ما تيتم حزن جاش اليتيم، وكن هم من يكفي العالم معي لو اقسمه، على كثر ما الضيق ياخذ بالصدر وضع المقيم، على كثر ماني بجاه الضيق صدري واكتمه، اقوي عزومي وثابر في الطريق المستقيم، واقول للي لومني من دون اي مقدمه، لغايه مرت سنه وانا سبايبها سقيم، من الرجاف معلم الانسان ما لم يعلمه، لغايه مرت سنه وانا سبايبها سقيم، من الرجاف معلم الإنسان ما لا يعلمه. الأولة والثانية عرضتها سفح النسيم، الأولة والثانية عرضتها نفح النسيم، والثالثة تفرض على شرواي ربط الأحزمة. العز يوم من ساعته تجعل من العادي عظيم، والرجل لولا العز وش يفرق وجوده وعدمه. العز يوم من ساعته تجعل من العادي عظيم، والرجل لولا العز وش يفرق وجوده وعدمه. يلا هب عز منك شامخ مثل عز بن غنيم اللي بجاها كل عام يفض حكم المحكمة. يلا هب عز منك شامخ مثل عز بن غنيم اللي بجاها كل عام يفض حكم المحكمة. ما يفعل المعروف يا كودي كريم ابن أي كريم، ولا يملك رقبتي كريم ألا كريم مكرمة يوم ضياع الوبل. ما يفعل المعروف يا كودي كريم ابن كريم، ولا يملك رقبتي كريم الا كريم مكرمه يوم من ضياع الوبل. لا سيل ثرى يقاع الوخيم، ما سنها الا ضيعت المعروف في بطن الخمه. ما يفعل المعروف يا كودي كريم ابن كريم، ولا يملك رقبتي كريم الا كريم مكرمه يوم من ضياع الوبل. لا سيل ثرى يقاع الوخيم، ما تنهى الا ضيعت المعروف في بطن الخمة. وانا ربوعي كل قرم في تواصيفه عديم، ما اجحد جمايلهم بعد ما جلى الاصوات ارزمه، واللي ربوعه مثل ربعي هامة المجد المقيم، يقلط على الاول لو ان اسمه مسجل في سمه. وعليكم الجو الله يرفع قدركم. يا سلام يا سلام يا راجح، ما يفعل المعروف يا كود الكريم ابن الكريم، والشاعر يقول ما يجعل الاحرار مثل المماليك الا معاريف الرجال ببعضها. دعم جمهورك اتوقع انه معروف. مالك زود طول عمارك، وش تقول لهم قبل ان ناخذ انطباع؟ اقول يعني ما بشيل حالهم كلهم، تعدهم بالناموس ان شاء الله باذن الله، بالمليون ان شاء الله. ابو مشهور ابو منير تفضل. مرحبا يا راجع، تبقاك الله، الله يحييك، الله يطول عمرك ويحيي ربعك وبني عمك. مالك زود الله. والله يبيض وجيههم على حضورهم، وانت تستاهل. ما عليك زود.
شاعر عندي البيت اللي يقول يا الله بعز منك شامخ مثل عز بن غنيم اللي بجاهك كل عام يفض باب حكم المحكمة. حكم المحكمة صح الله لسانك وذكر شخصية ابن غنيم ومن غنيم يستاهل يقول يوم ضياع الوب لا سيل ثرى القاع الوخيم ما كنها إلا ضيعت المعروف في بطن الخمة بيت يقول واللي ربوعه مثل ربعي هامت المجد المقيم يقلط على الأول لو النسمه معلق في سمة في سمة وصح لسانك وبيض الله وجهك الملاحظات وجهك يقول ألا منادم من ندم حتى الندم بمنادم بمنادمه الألف هذه مع أمه لو أنك تركتها هذه بمنادمه لأن تجي معها القادمة الغانمة الألف صدقت. هذه الممدودة صدقت يقول ما غبط غير اللي لجو بالكهف من جور الرقيم أنت تجلد بالذات نعم. لكن بعدها وش يقول وأحيانا غبط اللي بسط معهم ذراع وأحيانا وأحيانا غبط اللي بسط معهم ذراعه وقدمه لو جزت من هالشطر هذا أفضل لك إن هي على قصة مشهورة وحبة تستند على بس القصة معروفة في القرآن نعم. وفي القرآن كل جمعة نقرأها في سورة الكهف يا سلام نعم. عليك لكن وأحيانا غبط اللي بسط معهم ذراعه وقدمه لو جزت منها أنت أفضل لك وللقصيدة صح الله لسانك وبيض الله وجهك ونحييك ونحيي ربعك الله يرفع قدرك ويطول عمرك يعطيك العافية أبو منير أبو محمد كيف شفت مشاركة راجح صح لسانك يا راجح صح بدنك وبيض الله وجهك وجهك أبيض وجيه ربعك وجهك أنا ما عندي إلا ما قال أبو يطول عمرك منير كل اللي كنت أعلق عليها سبقني عليها والقصيدة قصيدة طيبة وانت تستاهل يعني ماذا وربعك يستاهلون ما عليك زود وسبع الغلبة كلها تستاهل ما عليك زود ابو مشهور راجع صح لسانك صح بدنك طال عمرك بيض الله وجهك على حضورك مجمل وحضور ربعك معك طول عمرك دليل ثقتهم فيك وانت قد الثقة ما عليك زود الملاحظات والإشهادات أخذوها علي عرفت لكن انا اقول صح لسانك صح ابدك وان شاء الله نشوفكم معنا في المراحل الجايه يعني ما عدنا خشم راجع قبل لا تمشي بسالك هل جمهور هالتصفيق والحماس ماذا لو اخذت الكرت الذهبي الاول اليوم او الكرت الذهبي الثاني وش تتوقع فرحتهم ما يحتاج اقول فضل الله من فضل الحوادث الغالمه دي يستاهلون يا راجح الله يعطيك العافيه نشوفك في ختام الحلقه باذن الله كانت هذه مشاركه راجح السبيعي إلى منطقة المكس زون مع الشاعر عيد بن مدهش الدوسري. مرحبا أخوي عادل معنا اليوم الشاعر عيد مدهش الدوسري. يا مرحبا. مساك الله بخير أخوي. الله يمسيك بالنور. أول شيء أبي أسمع منك بيتين. على خشمي طال عمرك يقول شديد القوى والباس عني على طاعتك. وعن اللي ترى يا الله يغضبك جنبني تزل النفوس وعادني في ذرى رحمتك بيدك العفو بيدك تقدر تعذبني. صح الله لسانك أخوي عيد وكلمة توجه للجمهور أقول الله يبيض وجيههم على حضورهم الطيب وبيض على وجيههم كلهم الحاضر والغائب منهم جعله يسلم وياكم فالك التوفيق والكرت الذهبي نعود إليك من جديد أخوي عادل يعطيك العافية يا عبد الله تقرير بسيط نستعرض فيه جزء من حياة ومسيرة الشاعر عيد بن مدهش الدوسري راجع لكم أخوكم الشاعر عيد بن مدهش انتغات الدوسري من الهدار محافظة الأفلاج من المملكة العربية السعودية سبب المشاركة الطموح بالفوز والبيرق ثم اللجنة الموقرة بخصوص الكرت الذهبي بإذن الله أني أحصل عليه وإن ما حصلت عليه في ربعي وجماعتي ما هم قصرين إن شاء الله أول شخص عرف قبولي بالبرنامج هي الوالدة الله يطول عمرها وإخواني الله يطول عمرهم جميعا يا مهبركين أفلامكم ما علينا الفيلم هندي والدعاوي بسيطة حنا على العلية الطويلة رقينا حتى إيش لو عدتوا علينا الغليطة الحرب الإعلامية هتشد إيدينا مع بعضنا الأول السنة صليطة بأخوان نوره دامنا محتمينا نضرب على الكايد بوجه الخريطة عليكم زود الله يمسيكم كل خير ومسرها مسي على اللجنة الموقرة عمالك تشعر كذلك أمسي على الجمهور الحاضر والجمهور من خلف الشاشات أما من ناحية المشاركة فأقول دنا الليل والمسرى يسلي سهير الموق عسى الليل يقصر ما يطول
على الساري بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدول في شقناري. بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدول في شق ناري. على صوت ابو نوره لغنى ظناني الشوق تزايد شجوني كل ما دق الاوتاري يغيب بي شويات واصحى شويه وافوق. على طاري الذكرى مع ليلة قماري ملاحة هواجيسي سمن في سناها بروق عسى مزنته من فوق داره قبل داري. ملاحة هواجيسي سمن في سناها بروق عسى مزنته من فوق داره قبل داري. اسلوم الهوى والحب خارج عن المسيوق لكن صعب تتوافق مع سلمنا الساري. يا عشير العمر قلبي عليك يتوق وغيرك من العربان ما دق لها طاري. بوصف ما يوجد حليه على مخلوق من الحور وصفك ما اخذ الخمس وعشاري. يا بوصف ما يوجد حليه على مخلوق من الحور وصفك ما اخذ الخمس وعشاري. يلوق التغنج والتبختر عليك يلوق اناقه فخامه ما اخذ الحسنه الكباري. يا سبحان رب نكملك بالحلا والذوق وخلاك آية في الحسن بين الطاري. طول عمرك. يا سبحان رب نكملك بالحلا والذوق وخلاك آية في الحسن بين الأقطاري. بعد ما خذينا في العمر رحلة المعشوق لكل النهاية وانت يا عاشقية داري اشوف الحزن بين على ضحكك المسروق. لو انك تخبي خلف ضحكتك الأسراري كفاية تظاهر بالفرح داخلك مخنوق. أنا خايف العبرة تخونك وتنهاري عسى شمسك اللي غابت تصبحك بشروق وتضحك لك الدنيا وتسعدك الأقداري. حقوقك علي بتمها ولا عليك حقوق ترفق بروحك وانت في حفظة الباري. سلامتك طول عمارك. يا سلام يا سلام. لا أنت أبو مدهش صح الله لسانك. الله يصح بدنك أبو محمد. صح لسانك. الله يصح بدنك يا أبو محمد. قصيدة وحضور مدهش. جعل والديك في الجنة. أنت طال عمرك عيد مدهش وحضورك مدهش. ما عليك زوج. سلام. صح لسانك. سلام عليك. يا رب طول عمرك. دنا الليل والمسرى يسلي سهير الموق عسى الليل يقصر ما يطول على الساري. بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدى والبشق ناري. على صوت ابو نوره لغنى ظناني الشوق ظناني الشوق تزايد شجوني كل ما دق الاوتاري. صح لسانك وبيض الله وجهك. وجهك يا ابو محمد. والمدى وشنو؟ المدى الطويل. ايه المشوار. المشوار. ايه. ملاحة ملاحة هواجيسي سمن في سناه بروق. سما في سناه بروق. السنا سنا البرق. السنا اللي هو الضوء. ايه الضوء اللي في طرف عتيب في طرف شيء اضرب. لكن هنا التركيبة فيها خطأ شوي. ملاحة هواجيسي سمن في سناه. السنا سنا البرق مو سنا السما. القصيدة طيبة وحضورك طيب. ما عليك زوج. مشاعرك طيبة. توجت هاي ابو محمد. الله يوفقك. رب يطول عمرك وياك نفدك. يعطيك العافية ابو محمد. ابو مشهور. ابو مشهور اسمح لي بس اسالك لو تكرمت. سم. وش يمثل القاء الشاعر بالنسبة للقصيدة؟ القاء للقصيدة إضافة بكل تأكيد. أحيانا الشاعر إذا قصيدته زينة يجملها أكثر وإذا أحيانا بعض الشعار لو قصيدته زينة يطرح من مستواه في الإلقاء. وبعض الشعار لو قصيدته وسط يعديها الحدود في الإلقاء. لكنه على كل حال القصيدة أمها وأبوها والإلقاء له دور أكيد عليه. حتى احنا حاطين عليه من ضمن درجات التقييم في درجات للإلقاء وللحضور. عيد في الحضور ما يحتاج ولا يعلى عليه. أبو ترف أنا عندي ملاحظة بسيطة. لبيه. الوقفة اللي أنت اخترتها القافية الساري والناري والطاري تراها مثل ظنان الشوق وبنوره تراها وقفة موسيقية وطربية. الله يطول عمرك. ودي انك ما اخترت عليها الا كلمات اصلية بدون اضافة ياء زي الاقداري الاوتاري. ودي ان الكلمات كلها كانت اصلية ما فيها ولا حرف مثل الحروف ذي لان الوقفة جميلة والقصيدة جميلة وموضوعها حلو. الله يطول عمرك. وانت واضح انك متحمس بزيادة وعشيك لكن صح لسانك ويعطيك العافية. الله يصح بدنك. يعطيك العافية ابو مشهور ابو منير. يا عيد الله يبقيك يا ابو منير. حضورك طيب.
وانت طيب لقائك طيب تعال والديك في الجنه حييك وحيي جمهورك بعد وربعك الله يبيض وجيههم طول عمرك يا ابو مني كما سوك كرزن في المدى كرزن وش الكرز طال عمرك الرشاش الكوري والف شق ناري يلا هلا طال قصيده طيبه ولا فيها ملاحظات الا القافيه لو تجاوزتها وهي ما تعيب القصيده تعال والديك الجنه وكملها حضورك من يوم دخلت عندنا وانت من الشطره ما شاء الله تعال والديك الجنه يا ابو مين ولك قبول شهادتنا اعتز فيها الله يبيض وجهك تعال والديك الجنه على راسي يا ابو مين الله يطول عمرك شكرا لك ابو مين الله يبيض وجهك يعطيك العافيه الى منطقه المكسون مع الشاعر ما قبل الاخير مع الشاعر فرج بن ناشر القحطاني هلا اخوي عادل مع الشاعر فرج بن ناشر القحطاني الشاعر قبل الاخير في هذه الحلقه مرحبا يا فرج الله يبقيك ويطول عمرك يقول حان الوعد والمسابق صار في حله مشارك مع رجال العز والطيبي وعيني على الكرت والتاهيل شفق له وما حصل فك حطان العز تدريب مرهي على بيرق القمه وبصل له والراد ربي مليون الفوز في جيبي مع حزم الطيب ربعي ما بهم قله يسعد منهم حزامه لا عوض ذيبي عواطف تنقل البندق مع السله ومشوك يدهر مثل المشاهيب يا سلام كفو والله يا فرج إليك يا عادل يعطيك العافية يا سلطان أتوقع أننا موعدين بحلقة نارية مع فرج بن ناشر القحطاني تقرير بسيط عن فرج راجع رحلة نجاحك وأعلنا الاسم فرج بن ناشر العاطفي القحطاني المملكة العربية السعودية مدينة الرياض سبب المشاركة إن شاء الله نوصل إلى النهائيات والفوز بالمليون والبيرق بإذن الله تعالى بالنسبة للكرت الذهبي أقول بإذن الله أني لحصل عليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء واختصرها في بيت أقول عيني على الكرت والتاهيل شفق له وما حصل فق حطان العز تدريبي أول من درى بقبولي هم عيالي الله يطول عمارهم ويخليهم ليخلي الكل غالي غاليه وصراحة سعداء بهذا الخبر سلام عد مهل ودان اعداد ما همل من الغيم وابله حان التحدي حان من بين شجعان وما لابن ادم غير ما الله كتب له واليوم في بث مباشر للاعيان ارساله عندي لابو القلب لابله واليوم في بث مباشر للأعيان إرسالة عندي لأبو قلب نبلة اللي يرضى نفسه مذلة وحقران وخيب رجلي في حياته تعبله عقب المعزة والكرم صار من هان وعاش التشرد من رداته وخبله وحنى إن باعه على مر الأزمان الدل في عظم السعودي ونبله على الولا باعه وطاعه لسلمان ومع الملوك اللي على الحكم قبله شعب وملك لحمة وفا مثل الإخوان ولا ننظر اللي فرق الناس طبله في ظلهم عيشة رخاء وأمن وأمان متمسكين بشرع ربي وحبله في المملكة والمملكة خير الأوطان اللي بها مكة للإسلام قبله وعراب رؤيتنا سلايلك حيلان محمد اللي رؤيته تنحسب له وعراب رؤيتنا سلايلك حيلان محمد اللي رؤيته تنحسب له شفنا وشاف العالم اللي ما قد كان واللي بعد بنشوف ما فيه قبل شفنا وشاف العالم اللي ما قد كان واللي بعد بنشوف ما فيه قبله قبائل وصرنا قبيلة وصرنا قبيلة وجيران والاسم واحد كلنا ننتسب له قبائل وصرنا قبيلة وجيران والاسم واحد كلنا ننتسب له اسم السعودي نفتخر فيه ونبان اسم كبير في الدول ينحسب له سلام يا سلام يا سلام
على الولاء والبيعة طاع أهل سلمان، نسأل الله جل في علاه في هاليوم أن يحفظ ولاة أمورنا في ظل قيادة حكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي ظل قائد الشباب وقائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يستاهلون التحية بكل تأكيد. مع رأي أعضاء لجنتنا أبو مشهور، كيف شفت مشاركة أبو ناشر؟ أبو ناشر صح لسانك، الشعر يقول رسالة، أنت وصلت رسالة على أكمل وجه. الوطن له حق على كل مواطن يعيش فيه، والكلام اللي أنت قلته تراك تقوله بلسان كل مواطن سعودي. فعلا احنا في رقابنا بيعة، كل من يخون البيعة نهايته مثل ما قلت التشرد والتشتت. احنا كنا قبائل وصرنا قبيلة، والاسم واحد كلنا ننتسب له. احنا كل مواطن يعيش في الوطن ذا السعودي، وكفى الحمد لله احنا كلنا صرنا ربع واخوان، نعرف البعيد والقريب، ما عاد تحس بغربة. الان تروح من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من اقصى الغرب لاقصى الشرق، بين اخوانك وبين ربعك ما تحس بفرق. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حكومتنا الله يديم عزهم وصح لسانك وبيض الله وجهك، ومشكور على رسالتك الجميله. يعطيك العافيه ابو مشهور. ابو محمد فرج صح لسانك وبيض الله وجهك. صاحب يدك يا ابو سعد. تعرف الشاعر عبد الله بن صنعاء؟ سم تعرف الشاعر عبد الله بن صنعاء؟ اشبهه اقرب لك تعرفه معروف. ونعم بك وبه وصح لسانك وبيض الله وجهك. انت شاعر ووطنيتك متجليه في القصيده، والرساله ما هي بأبو قلب نبله، أبو قلب نبله ما ينبع فيها رسالة، هذه الرسالة ذي لكل واحد من قلبه صاحي. وأنت تكلمت عنا كلنا، وبيض الله وجهك وصح لسانك ولا كثير من ذلك. يعطيك العافية أبو محمد. أبو منير صح لسانك يا فرج وبيض الله وجهك على هالحضور والإلقاء الطيب. القصيدة تكلمت باسم جميع سعودي، وما رسالة اللي يقول رسالة عندي لأبو قلبنا أبله، قصدك اللي طالعين من اللي طاوع نفسه، اللي طالعين خارج البلد. نعم نعم. بيض الله وجهك وصح الله لسانك وجهك طال عمرك. وبالنسبة للي نبي نطلع على الموضوع، بالنسبة للي خارجين من البلد، فهم أغلبهم مدعومين من الخارج، من ناس ضد حكومتنا وضد وطننا، وأغلبهم مستأجرين ويدفع لهم، توصلهم رواتب بعد. وصح الله لسانك وبيض الله وجهك على هالرسالة. القصيدة طيبة جدا، ما فيها ملاحظات إلا أنها تقليدية وأسلوبها مباشر. وإن شاء الله نشوفك في المراحل القادمة. سلام على صدري. مشكورين. شكرا لك يا أبو منير. كانت هذه أراء أعضاء لجنة التحكيم في مشاركة فرج بن ناشر القحطاني. أما الآن إلى منطقة المكزون وآخر شعراء حلقة الليلة، الحلقة الثالثة من المرحلة الأولى في برنامج شعر القمة مع الشاعر عبد الله بن محسن الغامدي. يا مرحبا وأهلا وسهلا. معنا الشعر الأخير وبإذن الله ختامها مسك، عبد الله محسن الغامدي. أول شيء عبد الله بسمع منك بيتين. يا مرحبا. أقول طبت من طيب أبوي اللي غمرني وفاه، شايب مرحل صيته معه في الحدة، أشهد أن اللي مكبر مقامي نباه، كل ما قاله العالم من أنت ولد. صح الله لسانك وفالك التوفيق والكرت الذهبي. تفضل إلى اللجنة. نعود إليك أخوي عادل. شكرا لك يا عبد الله ويعطيك ألف عافية. أما الآن تقرير بسيط نعرض فيه جزء من مسيرة الشاعر عبد الله بن محسن الغامدي، وراجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله بن محسن الرفاعي الغامدي من المملكة العربية السعودية من مدينة جدة. سبب المشاركة إيصال موهبتي لأكبر شريحة في المجتمع. أما بالنسبة للكرت الذهبي، ما جينا هنا لو الهقاوي كبار وحنا قدها بإذن الله. في حال أني ما حصلت عليه ثقتي في ربعي وجماهيري كبير. أول من درى بقبولي إخواني سعيد بن إبراهيم بن مبارك وعبد الرحمن بن محمد، وفالنا وفالهم التوفيق إن شاء الله. قلت صدر في تاريخ الأمة وهو مقدام، يجاهر بصوت كل شعبه هم لبينا، معزي
شهر صيته وحظ الجزيرة قام وعاش العدل والظلم ولت شياطين. بكتها العيون اللي بهيبة ذراه تنام ورثتها الديار اللي وطاها برجلينه، ترى ذكر غيره لو ما يذكر ما هو بالزام، لكن ذكره اللي صافح المدح بيمينه. إمام خلقها الله وهو في مهده إمام، ومشى درب جدوده من سنين ماشينه، ووحدنا الدولة من أعمال لين الشام على شرع من تمشي عباده على دينه. وحدنا الدولة من أعمال لين الشام على شرع من تمشي عباده على دينه. ويا هيبة عيال العود، يا فرحة المنظام، يا فزعة ضعيف طاح والقوم رامينه، يا سلمان بن عبد العزيز المقام الهام والاسم العزيز اللي يعزه مضامينه. مليك على مداته المسلمين إكرام، يعز الدريك وكل محتاج يعينه، إسلالة حكم متسلسلة عام يقفى عام، هذا الدين حامينه وذا البيت حامينه، وإذا احتاجت كبار المواقف حزم وكعام، قلط حاكم لا شاف له طاغي إهينه، هذا ابن الملوك اللي خواله سراي اليوم يصبح عليه المجد بقبل يدين، وإذا احتاجت كبار المواقف حزم وكعام، قلط حاكم لا شاف له طاغي إهينه، هذا ابن الملوك اللي خواله سلاي اليوم يصبح عليه المجد ويقبل دينه، هذا هيبة الدولة، هذا نصرة الإسلام، هذا عرق نسب وعز الأجداد جدينه، نفض بشته اللي تحت هيدري الحكام وخذ منصبنه وقده من أول سنين، نفض بشته اللي تحته يذري الحكام خذ منصب انه قده من اول سنينه، وكبر وهلل فوق روس اكبر الاخصام، ولا عاشوا اللي في حياته معادينه، اللي طال صوت الباطل وطالت الاقزام يلخبط ورقهم نظره من طرف عين، اللي طال صوت الباطل وطالت الاقزام يلخبط ورقهم نظره من طرف عينه، هذا محطم الأصنام ومحطم الأرقام، إذا فيه رقم ما تحطم قلوا وينه، له العهد منا والدعاء والولاء التام، وحنا لو الجور الليالي أموالينه لرفرف علمنا كل ساعة على الإعلام، عسى أعداه يفدون الشهادة وسيفينه. سلامتكم جميعا. صح الله لسانك أبو محسن. عبد الله بن محسن الغامدي آخر شعراني في حلقة اليوم. أبو منير الله يطول عمرك الله يسعدك، حضورك طيب، والقصيدة اللي في الوطن ما ودنا أن ننقد من شيء لأن الوطن يستاهل، وبيض الله وجهك. أعجبني التسلسل في القصيدة من مطلعها والتسلسل في الأبيات، يوم تقول إمام خلقها الله وهو في مهده إمام ومشى درب جدوده من سنين ماشينه، إلى أن قلت يا سلمان بن عبد العزيز المقام الهام، إلى أن هذا ابن الملوك اللي خواله سلاي اليام. القصيدة طيبة وصح الله لسانك. الله يصحبك. ما عليها ملاحظات وبيض الله وجهك. الله يطول عمرك. أبو محمد صح لسانك يا عبد الله. الله يصحبك. بيض الله وجهك على المشاعر الطيبة وعلى الوطنية الطيبة. الله يطول. والقصيدة كل أبوها طيبة من أول بيت إلى آخر بيت. ويكفي البيت اللي أشار لها أبو منير، هذا ابن الملوك اللي خواله سلايا اليوم يصبح عليها المجد ويقبل يمينه، لو ما قلت للبيت هذا يكفي. الله يطول عمرك. يعني قصيدة كل أبوها ما بيأكل. الله يطول عمرك. صح لسانك. الله يبيض وجهك. الله يصحب دينك يطول عمرك. أبو مشهور عبد الله صح لسانك. الله يصحب. بيض الله وجهك. قصيدتك زينة وحضورك أزين. طول عمرك. الربع خلوا ملاحظات حطني في الفخ يبونين اللي يقولها، لكن تحملني. مليك على مداتها المسلمين اكرام، انت تقصد من مداتها. الله الله. على هذه ما لا خانه. الشيء الثاني تقول يعز الدريك، هو الصح ينقذ الدريك. المطلع اللي عليه ملاحظه، ودي ان انا احيانا اقول اشك ان القصيده كانت اطول من كذا واختصرت منها انت، لأن المطلع
أنا ما أعتبر المطلع قصيدة، المفروض أن المطلع يكون أجمل من كذا. أنت دخلت الموضوع مباشر بدون أي مقدمات، رغم أنه ما يخل في جمالية القصيدة وفي موضوع القصيدة. أنت تراك سطرت كم بيت من اللي ذكره أبو محمد من أجمل الأبيات، رغم أن الموضوع أنت خبر، موضوع المدح خصوصا متكرر كثير، لكن أن الشاعر يجيب له أبيات أو مفردات نادرة هذه تحسب له، والقصيدة ذي تحسب لك. الله يطول بيض الله وجهك، والله يجمل حالك، الله يطول واتمنى اني اشوفك في النهايه. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. محسن لا تبعد، خليك موجود معنا هنا يا ابو محسن. واحد لحظه، وصلنا الى ختام حلقه اليوم. الان اللحظه الاهم مشاهدينا الكرام، واستاذن من اخواني الحضور، الان اللحظه الاهم وهي لحظه اعلان الكروت الذهبيه. الان اللجنه راح نعطيهم دقائق بسيطه جدا ليختارون شاعر راح ياخذ الكرت الذهبي الاول كاعلى درجه، وكذلك شاعر اخر الكرت الذهبي الثاني كثاني اعلى درجه في حلقه الليله. ابو سويد ودي تروح للجنه وتعطينا اسماء الشعار. ابي اشكر الرعاه شكرا عسل نجومه، الله يعطيهم العافيه، الراعي الرسمي لبرنامج شاعر القمه، كذلك الشكر موصول لاستوديو مقامات. شكراً كذلك لكل من تابعنا عن طريق البث المباشر باليوتيوب، اللهم لك الحمد. في الحلقة الماضية وصلنا تقريباً في البث المباشر باليوتيوب 38 ألف مشاهد، ما شاء الله تبارك الله، فقط على منصة اليوتيوب، فما بالك بالمنصات الأخرى الخاصة بقناة الواقع الفضائية، فما بالك كذلك بمن يتابعنا من خلف الشاشة. كل التحية لكم أنتم مشاهدين الكرام. للتذكير اليوم ثالث حلقة، الحلقة الأسبوع القادم هي الحلقة الأخيرة في المرحلة الأولى، بعدها بإذن الله راح نبدأ المرحلة الثانية، مرحلة 24، ثم الحلقة الختامية في مرحلة 12 راح يتنافس 12 شاعر على المليون والنوماس والراية. أستأذن من إخواني الشعراء التفضل على خشبة المسرح بعد إذنهم، ولا يفوتني أن أشكر سلطان السمي وكذلك عبد الله الحربي في منطقة المكزون، الله يعطيهم ألف مليون عافية. الشعراء لو تكرمتوا. Heather.
الله يعطيكم العافية. الآن حسمت الأمور بإذن الله، راح نعلن عن صاحب الكرت الذهبي الأول كأعلى درجة في حلقة الليلة، وصاحب ثاني أعلى درجة، والحاصل على كرت الذهبي الثاني. ولكن ودي أدردش مع الشعراء واستسمحهم بأن المسرح مزحوم ما شاء الله تبارك الله، راح ممكن نرجع شاعر أو شاعرين. لا يعني رجوعك كأول الشعراء أنك أنت الأقل في التقييم قطعا، لا، ولكن بإذن الله راح نعلن اليوم عن شعراء راح يروحون معنا لمرحلة التصويت اللي راح تكون بقرار من اللجنة وبقرارك أنت عزيز المشاهد. بعد حلقة الليلة راح ينزل الرابط على منصة إكس في حساب قناة الواقع الفضائية حتى يوم الأثنين في تمام الساعة 8 مساء. خلونا ندردش بداية. أستاذ من إخواني يعطوني بس الأسماء. منصور ما شاء الله تبارك الله ثناء من اللجنة، وش تقول للجنة وش تقول للجمهور؟ اللجنة اليوم أضافوا إلي مجد على مجد، وأنا مبتدي من عندهم، احنا جايين نتعلم، وإن شاء الله أن كرت الذهبي من نصيبي. أبو ناشر وش تقول للجنة، وهل تتوقع أنك تحصل اليوم على كرت الذهبي سواء الأول أو الثاني؟ والله نقول بإذن الله ما في أحد ما يبي الكرت الذهبي ونفوز، ونفازوا أخوان الشعار نقول لهم مبروك، والشرف الوقوف قدام اللجنة الموقرة وقدام الجمهور الكريم وقدام المتابعين. والشرف لي أني أنا واقف جنبك يا أبو ناشر. طول عمرك. أعطوني الأسماء. طيب بدأت توصلني الأسماء. استأذنك أبو مدهش، هذه كمرتك، وش تقول للجمهور وش توعدهم فيه؟ أقول إن شاء الله وعدهم بالعلوم الطيبة تكلها لي. وانت حريبها يا أبو مدهش. أبو مدهش راح تنتظر معنا أسبوع بقرار من اللجنة، وراح يتحكم في حصولك على التأهل لمرحلة 24 إضافة إلى قرار اللجنة قرار الجمهور بإذن الله. نتمنى وأنا أتمنى أني أعلن عن اسمك يوم الأثنين القادم. الله يطول عمرك. شكرا لك أبو مدهش. الله يبيض وجهك أبو مدهش. شكرا لك. الله يبيض وجهك. أبو محسن كنت آخر الشعراء معنا اليوم، وش تقول للجمهور؟ مسي عليهم بالخير وإن شاء الله. وش توعدهم فيه؟ نوعدهم بكل خير إن شاء الله. وأنا أوعدك لو كان القرار في يدي لمنحتك الكرت، ولكن القرار الأول طول عمرك عند اللجنة، راح تبقى معنا أسبوع بإذن الله. يا أبو محسن شكرا لك. أبو محسن الله يعطيك العافية. طول عمرك. اسمحوا لي أعلن، خلونا نعلن عشان الوقت. لسات المسرح مليان. أبو ناشر يقول المسرح مليان، يقول المسرح مزحوم. وش الأعظم، زحمة المسرح ولا زحمة المشاعر ولا زحمة الأفكار؟ زحمة الجمهور. زحمة الجمهور شرف تواجدهم وكثرتهم، يستاهلون. نعم. أبو ناشر راح تبقى معنا أسبوع بإذن الله، أتمنى أني أعلن عن اسمك يوم الأثنين القادم بإذن الله. شكرا لك يا ابو ناشر وبالتوفيق. استاذنكم معك جو. نعلن عن الكرت الذهبي الثاني. خلونا نعلن عن الكرت الذهبي الثاني عشان الوقت. اعطوني الاسم الحاصل على الكرت الذهبي الثاني. من تتوقعون جمهورنا؟ ما أسمع ما أسمع. أكدوا لي الاسم الحاصل على الكرت الذهبي الثاني بثاني أعلى درجة في حلقة الليلة. سهل الطيف. أكد لي الاسم. الغلطة مش مسموحة على هالستيج. أعطوني الاسم. ألف مليون مبروك الحاصل على الكرت الذهبي الثاني بثاني أعلى درجة في حلقة الليلة، والتي بموجبها عطاه اللجنة بوردينج المرحلة الثانية
مرحلة 24. 1,000,000,000 مبروك لمحمد الفريد الحربي. 1,000,000,000 مبروك محمد. تطرب اسمع وتخلد اسمك مع بيوت القصيدة والمبدع اللي ثمرتك وجمهورك وننتظرك في مرحلة 24. الحمد لله على كل حال، وهذا توفيق الله، نزلنا على الله ووفقنا الله الحمد لله، وبالمراحل الجاية إن شاء الله ما احنا مقصرين إن شاء الله. الله يوفقنا وياك محمد، بالتوفيق محمد، شكرا لك، الله يعطيك العافية. استأذنك من لجنة التحكيم، ما يقدر يقف، ما يقدر يقف، وأنا من أنا أعتذر مرة ثانية. حطنا عصابي من أي وعصابي. أنا ما راح أطول عليك يا منصور. طيب عطوني اسم الكرت الذهبي الأول. طيب 1,000,000,000 مبروك الحاصل على الكرت الذهبي الأول بأعلى درجة في حلقة الليلة بقرار من الأستاذ سلطان بن وسام الهاجري، نسمع له تحية، وبقرار من الأستاذ وصل العطياني، نسمع له تحية، وبقرار من الأستاذ معتق العياضي اللي موعدني بقهوة ما أدري متى نجتمع، عطوه تحية. 1,000,000,000 مبروك. شغلوا السنابات يا جماعة وشغلوا التصوير، من تتوقع؟ عطني اسم، عطني اسم الآن، عطني اسم. وأنا والله ماني بعلم الغي. 1,000,000,000 مبروك الحاصل على الكرت الذهبي الأول. نقول 1,000,000,000 مبروك، من تتوقع؟ اللي بياخذه، اللي بياخذه هو المد، هو اللي بياخذه، كلكم تستاهلون. كيف عطوا سم لبيك؟ اقول اللي بياخذه منا، من اللي دبل كبدك؟ قل الصدق، انت في هذا خلاص انا عزيز. طيب 1,000,000,000 مبروك الحاصل على الكرت الذهبي الاول باعلى درجه، وخلونا ناكد للجمهور أن العشرة متسابقين إن شاء الله بإذن الله راح ينزل حساب التصويت على قناة الواقع الفضائية في منصة إكس. التصويت راح يكون قائم من بعد الحلقة وحتى الساعة 8 مساء يوم الاثنين. تذكير، التصويت الخاص بالجمهور يمثل 55%، وأعضاء اللجنة كل عضو ل 15%، ما يعادل 45%. خلونا نعلن عن صاحب الكرت الذهبي الأول واللي يستاهل. 1,000,000,000 مبروك الحاصل على الكرت الذهبي الأول والذي بموجبه انتقل معنا إلى مرحلة 24 والحاصل على أعلى درجة منصور العضالة. أنت علمت التحدي مع زايد بن دعار والشباب ومع زملائك كذلك، وتحدي شريف، وش تقول للجمهور وش تقول للشعار اللي معك في مرحلة 24؟ أقول للجمهور أبشروا بالخير، وزايد وربعه وين أنا جايهم ومن وصلهم. الله يعطيك العافية يا أبو سعود، خليهم ينتظرون. توعدونا بمجرة ثانية؟ نوعدكم كل علم الغالب. أنت بدابها؟ بإذن الله. بالتوفيق أبو سعود. الشكر كذلك لمن شاهدنا في حلقة الليلة، الشكر موصول لأعضاء اللجنة، للجمهور، وكذلك الشكر موصول لإخواني الشعراء. للتذكير رابط التصويت راح يبدأ إن شاء الله بعد حلقة الليلة. أنا عادل بن هيف، ألتقيكم في يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 9 مساء، في أمان الله. يا شاعر